here. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. امبارح العالم عاش من غير سوشيال ميديا، من غير فيسبوك، صدمة حس بيها عدد كبير جدا من مرتادي ومستخدمي الفيسبوك ومنصات السوشيال ميديا لمدة ساعتين أو أكتر. عطل فني ضرب السوشيال ميديا، وكأن الحياة هي الفيسبوك، كأن الفيسبوك جزء مهم كده وغالي عند الناس. لما تعطل الحياة كلها تعطلت. الحقيقة ناس كتيرة جدا كانت منزعجة امبارح، خصوصا أن الصفحات أو الحسابات الخاصة بيهم عملت خروج أو لوج أوت مرة واحدة، وكان في مشكلة أنه في عدد كبير جدا ولغاية دلوقتي حتى مش عارف يدخل على حساباته الخاصة على الفيسبوك مرة تانية. موضوع كان مزعج جدا جدا امبارح. صحيح يا محمد، الناس قلقت جدا وقعدت تدور طول الوقت، كل شوية نعمل ريفرش ونتأكد أن المشكلة مش في تليفوناتنا احنا. الناس تقلق لما لقيت أن المشكلة عامة، الناس خافت أن الحسابات تكون اتعملها هاكينج او اتهكرت او اخترقت. ناس تانية لما الخدمة رجعت تاني ما عرفتش اصلا تدخل على الحسابات بتاعتهم لان هم ناسين الباسورد. وللاسف اكتشفنا ان كلنا في الغالب بنستخدم الفيسبوك او اي منصة عامة بنتعامل عليها او اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي على الموبايل، وبنعمل سيف للباسورد واليوزر نيم. فبالتالي لما بنيجي ندخل مرة تانية على الحسابات دي او نمسك التليفون مرة تانية، الموبايل بيدخل تلقائي. فناس كتير جدا بقى بتنسى الباسوردز بتاعتها لما تيجي تعمل تسجيل دخول مره تانية. وبالفعل يا محمد صحيح. يعني ناس كتير جدا حتى صحابي كانوا يكلموني. انا واحد منهم، انا واحد منهم. لسه بنتكلم في الموضوع ده من شويه صحيح. بجد هم خافوا انه التليفون صحيح. او الحساب يكون حد اخترقه. طيب في لحظه يا جمانة اكيد فكرت امبارح، هو العالم ممكن نعيش من غير سوشيال ميديا؟ يعني فعلا لو الخدمه دي توقفت، اللي هي الخدمه اللي احنا بندخل فيها على طول طول اليوم ومتعودين دايما نشوف صفحاتنا وندخل على الفيسبوك، لو وقفت ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ الدنيا هتقف تماما؟ يعني كان السوشيال ميديا دي هي الحياه اللي احنا بنعيشها، وكانها هي الحياه الحقيقيه. طبعا الموضوع ده عمل يعني مشاكل كبيره وقلق كتير، وعمل كمان من ناحيه ثانيه جمانه حاله كده من حالات الكوميكس والهزار شفناها على منصات مختلفه، وتحديدا منصه اكس، لان منصه اكس كانت مستفيده طبعا من انه اللي هي شغاله وانه ما فيش اي مشكله زي المشكله اللي حصلت في فيسبوك او انستجرام. إيلون ماسك اللي هو مالك منصة إكس تويتر سابقا، نشر كده بوست أو منشور على حسابه في إكس بيسخر فيه من هذا العطل الفني. إيلون ماسك قال إنه يعني اللي بيحصل في فيسبوك وماسنجر ده حاجة يعني غريبة جدا، لكن قال نصا كده البوست أو التويت اللي هو كتبها، قال إذا كنتم بتشوفوا دلوقتي هذا المنشور فده لأن سيرفر منصتنا بيعمل بشكل جيد. طبعا هو بيرمي على معروف إيلون ماسك، يعني معروف دايما بمناكفته لميتا ومارك زوكربيرج طبعا مالك شركه ميتا. لكن الفكره انه العطل ده على فكره يا محمد مش اول مره يحصل. صحيح. وافتكر انه كان فيه في شهر اكتوبر شهر 10 حصل نفس العطل في واتساب وبرده على فيسبوك، والاثنين طبعا مملوكين لشركه ميتا. نفس العطل حصل ونفس التساؤلات على فكره هي التساؤلات اللي دارت. ماذا لو توقفت مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي؟ ايه اللي هيحصل لو ما عرفناش نتواصل مع بعض افتراضيا؟ يعني المفروض انه العكس هو اللي يكون الاصعب صحيح. لكن تخيل اما التواصل الافتراضي
هو اللي يكون اصعب من التواصل المادي والملموس والحقيقي. يعني يا محمد احنا كاننا محتاجين فعلا دراسات كده نفسيه واجتماعيه، لانه شخصيه الانسان اتغيرت بجد، شخصيته او البعد النفسي فيه والاجتماعي كانه بينظر دلوقتي او بيشوف حاله التواصل زي ما انت قلت يا جمانة هو التواصل الافتراضي، مع انه حقيقه الاشياء ان التواصل مش لازم يكون افتراضي، التواصل صحيح لازم يكون طول فعلي. عمره كان التواصل فعلي، عيني بعينك وفيس تو فيس زي ما بيقولوا يعني. صحيح ده اللي كان بيحصل طول الوقت، بس دلوقتي اعتقد ان هي دخلت في حته التعود بشكل صحيح. كبير، مش عايزه اقول ادمان عشان ما نكبرش الموضوع، مع انه بالفعل اتعودنا كبير على كده. لكن احنا تعودنا واعتدنا على فكره الموبايلز وان احنا نتعامل مع بعض من ورا شاشات. وزي ما كنت بكلم مع حضراتكم اللي حصل امبارح ويعني ردود الافعال الناس بتعكس حاجه مهمه جدا، وهي انه السوشيال ميديا بقت جزء اساسي من حياتنا. الناس بقت بتتعامل مع صفحات الفيسبوك على سبيل المثال باعتبارها وسيله التواصل والمتابعه لكل اللي بيحصل حواليك واللي بيحصل في العالم كله. فبالتالي لما الفيسبوك بيعطل تحس ان انت منعزل عن العالم كله. وده بالفعل زي ما انت كنت بتتكلم يا محمد محتاج دراسات اجتماعيه توضح ايه اللي اتغير في حياتنا بسبب وجود السوشيال ميديا، مع انه لو حابب تعرف الاخبار على فكره تعرف هتقدر تعرف الاخبار. مش السوشيال ميديا بس هي النافذه الوحيده للاخبار يعني. لو حابب تطمن على حد على فكره هتعرف تطمن عليه. لو حابب توصل اي حاجه هتعرف توصل لها، يعني زي ما كنا عايشين عادي على فكره قبل كام سنه. كان ده جمال فعلا بيدينا كده زي ما بيقولوا جرس انذار، بلاش نقول الكلام الكبير، انه لا طب ما تيجي نجرب حياتنا الطبيعيه. يعني لو الدنيا وقفت فعلا افتراضيا ما تيجي نرجع مره ثانيه العادات اللي هي طبيعيه جدا في حياتنا ونمارسها مره ثانيه. والله بقيت بحس يا محمد انه والدنيا هتقف لو السوشيال ميديا وقفت. دي الفكره، انا بقيت بحس ان احنا حتى قدرتنا العقليه في بعض الاشياء بجد توقفت. يعني احنا زمان كنا بنحفظ الطرق، دلوقتي احنا مبقيناش نحفظ الطرق، بقينا ماشيين بالظبط بالجي بي اس وبنعرف الطرق من خلال الجي بي اس. يعني لو الموبايل فصل في حته معينه او مفيش شبكه في المكان ده او في جزء من الطريق بجد ما بنعرفش نوصل وبنتوه. مع ان احنا زمان كنا بنحفظ مثلا الطرق، ارقام التليفونات كنا بنحفظها، دلوقتي بقى صعب جدا نحفظها حتى لو زمان كنا بنكتبها. فبقيت بحس ان حتى قدرتنا العقليه في بعض الاشياء شويه اتاخرت او تعطلت. في البعض بيرى ان القدرات العقليه دي يعني بقت نشطه اكتر في حاجات تانية، ولكن على اي حال تساؤلات كتير جدا، واعتقد الايام اللي جايه هنشوف اكتر بكتير جدا. بس لازم نكون شويه واعيين لفكره ان احنا يعني يبقى لينا بديل، يعني لو حاجه تعطلت نعرف احنا نتصرف، نرجع بقى تاني نتصرف بجد على ارض الواقع. هو الافضل والاجمل طبعاً. وهو الاصل يعني، ده البديل الحقيقي. وكان اللي حصل امبارح كده يدينا كده ايه اختبار، يعني ما تيجي نجرب حياتنا الطبيعيه، ما تيجي نجرب انه ممكن نعيش مش ساعتين، ممكن نعيش يوم او يومين او اكتر من غير سوشيال ميديا. يعني نرجع بعض العادات اللي احنا بنفتقدها في حياتنا من خلال انه السوشيال ميديا تقف ونمارس بقى. والله مش هيحصل حاجه ما عدا الناس اللي شغلها معتمد على السوشيال ميديا، دي حاله ثانيه. على اي حال هنتكلم طبعا عن هذا الموضوع خلال حلقتنا النهارده، لكن دلوقتي بنصبح على حضراتكم من جديد. صباح الخير والسعاده عليكم، وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ على طول من محافظة القاهرة. وتعالوا بينا نروح على طول على كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لغمرة، وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية. والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية مع بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نروح دلوقتي لمحافظة الجيزة، ونروح على طول على شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات. في كثافات للمتجه من لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. طريق المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، وتستمر لحد لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية.
في محافظة اسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بواقي الشارع الجانبية فيها سيولة مرورية إنما نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية انما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي كمان بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة، وده هيكون على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 23 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أهمها، الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية أمس رئيس وزراء أرمينيا اللي بيقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. خلال اللقاء أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية اللي بتربط الشعبين المصري والأرميني، وأكد ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك. امبارح كمان التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وده في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات، وإعداد مخططات المشروع من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اللي بيقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأثنى الجانبان على العلاقات التاريخية اللي بتربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهم لمستوى التنسيق المشترك. وأيضاً تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه بمختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، وتم استعراض الجهود المصرية للتهدئة والتشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، وأكد مدبولي أن تطوير قطاع التعليم في مصر بيأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بشكل أساسي لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وده في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، مع إعداد مخططات المشروع من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة الواقع على الساحل الشمالي الغربي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، وبيتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالبحرين والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية اللي بتجمع البلدين الشقيقين اللي بترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الوزير آدن باري دوالي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، كما تم التطرق لتطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على القارة الإفريقية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني اللي تم تنفيذها وفقاً لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية، وأعقب ذلك قيام الفريق أسامة عسكر بالمرور على قيادة الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على الجاهزية القتالية لهيئة قيادة الجيش. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل، نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتي قوات المظلات والصعقة. تضمنت الزيارة عروض تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصعقة وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عالي في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، بالإضافة لتفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة قنا حيث تم اتفاق مع شركة نرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار. وفي الدقهلية قررت جامعة المنصورة منح العاملين مكافأة بقيمة 1500 جنيه بمناسبة شهر رمضان. كمان امبارح في المنوفية تم الإعلان عن ضخ 150 طن سكر يوميا بالمعارض والمنافذ. أما الفيوم فتم وضع حجر أساس مشروع مركز الخدمات المتكاملة المجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق. تفاصيل وأخبار أكثر عن محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كثيرة. في قنا تم الاتفاق مع شركة نرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 2 جيجا وات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم بحجم استثمارات يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار. في الدقهلية قررت جامعة المنصورة صرف مكافأة إثابة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس نظراً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وحلول شهر رمضان المبارك. قيمة المكافأة 1500 جنيه للعاملين المثبتين والمنتدبين والمؤقتين مع التعاقد بقطاعي التعليم والمستشفيات. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن افتتاح منفذ جديد لمعرض أهلاً رمضان بمركز دسوق بالميدان الإبراهيمي، وهو واحد من العديد من المعارض اللي بيتم افتتاحها في جميع أنحاء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وبيتضمن المعرض كافة أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. في المنوفية أعلنت مديرية التموين ضخ كميات من السكر لتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المواطنين، وبيتم ضخ متوسط 150 طن سكر يومياً بسعره الرسمي 27 جنيه للمعارض والمنافذ وسط رقابة دورية من مفتشي ومباحث التموين.
في الوادي الجديد أعلنت مديرية التعليم عن جاهزيتها لتنظيم القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة واللي بتبدأ أعمالها اليوم الأربعاء. في الأليوبية أعلنت مديرية الشؤون الصحية الاستلام المبدئي للمركز الطبي بكفر شبين والمدرج ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 60 مليون جنيه، وبيتم تجهيز المركز الطبي للفرش والتجهيز للتقديم الخدمة الطبية كاملة للمواطنين. في دمياط تم افتتاح معرض السلع الأساسية أهلاً رمضان بمدينة دمياط، واللي بيأتي بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين على مساحة 7000 متر بإجمالي 25 بكية، وبتضم جميع السلع الغذائية واليميش والمجمدات والفاكهة والخضروات والدواجن والبيض بنسب خصم تصل ل 20%. في الفيوم شهدت المحافظة وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالمحافظة بحضور وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن الشبورة بدأت ترجع تاني أكتر من الأول. احنا طبعا اليوم هيكون في تراجع لقيم درجات الحرارة عن الامس، لان احنا في الامس كان في ارتفاع مؤقت لقيم درجات الحرارة في معظم انحاء الكرية. اليوم تكون مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا. طبعا كمان هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فده هيعمل على وجود السحب المنخفضة او المتوسطة وخاصة كمان المحافظات الشمالية، فبالتالي هيكون في انخفاض بمعدل 3 درجات عن الامس. يوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 23 درجه مئويه، ودي تعتبر المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. يعني الاجواء فتره النهار اجواء شتويه دافيه تماما على القاهره الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، من مائله للحراره الحاره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترات النهار وخاصه كمان في وقت الظهيره، لكن كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره. الانخفاض ده ملحوظ اكثر في ساعات الليل في اخر اللي هي فترات فتره الصباح الباكر، تبقى الاجواء يمكن من بارده الى شديده البروده في معظم الانحاء ومنخفض البرودة الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي ليها ظهير حراره بشكل كبير. لكن تاني الصغرى فتره الليل هتنخفض على مدار هذا الاسبوع، وهيكون في فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز ال 10 درجات في القاهره الكبرى، 15 درجه مئويه في المحافظه. كبير من فرق قيم درجات الحراره. كمان اليوم مع منخفض الجو المعتدل في فرص لسقوط الامطار على مناطق من السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات شمال. هو بس الصوت مش واضح يا دكتور. الصوت مش الامطار واضح. اليوم امطار اليوم هتكون امطار خفيفه على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن هي امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم ومنطقه دون الاخرى، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. كمان ايضا متوقع اليوم يكون في نشاط رياح على السواحل الشماليه شمال الصعيد جنوب سيناء، وجود نشاط رياح فترات المساء تحديدا وساعات الليل هيحسسني بمزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. طب سرعه الرياح قد ايه، وهل هي محمله برمال واتربه ممكن تاثر على مرضى الحساسيه ولا لا؟ سرعات رياح اليوم هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، معظمها رياح قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي غير محمله باي اتربه ورمال مثاره. هي الاحوال الجويه الحمد لله مستقره بشكل كبير، مفيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على
اعمال الانشطه اليوميه ممكن تاثر على المواطن ككل، بالاضافه كمان الشبوره المائيه طبعا لازم نقول عليها ان هي هتبقى معانا على مدار الايام المقبله يمكن لحد بدايه الاسبوع اللي جاي، شبوره مائيه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المستصفحات المائيه، وطبعا بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع طلوع اشعه الشمس، يعني احنا تقريبا من الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشى لان كثافتها مش عاليه، يعني ما بتاثرش على حركه المرور، هي فقط بتؤدي لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه. الاحوال الجويه المستقره دي متوقع بتستمر معانا حتى بدايات الاسبوع القادم ان شاء الله، كل سنه وحضراتكم طيبين، يمكن مع اول ايام شهر رمضان الكريم درجات الحراره هتكون حول المعدلات الطبيعيه ما بين 23 درجه مئويه 24 خلال فتره النهار، فالاحوال الجويه المستقره وقيم درجات الحراره المعتدله مستمره معانا حتى بدايه الاسبوع القادم باذن الله. طيب مع التحول بين استقرار في درجات الحراره او ارتفاع او انخفاض، ايه التوصيات اللي ممكن تقدميها للناس عشان تاخد بالها من صحتها كمان وهي خارجه تلبس ايه او ما تلبسش ايه؟ احنا طبعا بالفتره دي لسه فصل الشتاء لم ينتهي، ما زال في فرق في قيم درجات الحراره بين النهار والليل، والفرق ده كبير، وفترات النهار فيها دفء لسه في بروده، وفترات الليل المتاخر او الصباح الباكر، فناكد عدم تخفيف الملابس، عدم التخلي عن الملابس الشتويه، استمرار ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله، وخاصه لو احنا بنخرج فترات الليل او فترات صباح الباكر، طبعا تجنبا لنزلات البرد، القياده في المسام على اغلب الطرق فترات الصباح الباكر طبعا مع وجود السبوره المائيه ونتابع كافه تعليمات المرور، ونكون في متابعه مستمره للنشرات الجويه بصوره يوميه، لان الفتره دي بيحصل فيها تقلبات جويه حاده وسريعه، وارد جدا الخرائط الجويه تتغير في اي وقت ويحصل تغير في حاله الجو، خاصة كمان ان طبيعة الفترة دي بيكون فيها تذبذب كبير في قيم درجات الحرارة من يوم للتاني، ايام ارتفاعات وايام انخفاضات، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان، واهم حاجة من نوعية الملابس خلال فترة الشتاء. بشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبداها بالقاهرة العظمى فيها 23 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 23-13، اسكندرية 20-12، والعلمين الجديدة 23-12، مطروح 23-12، دمياط 22-12، بورسعيد 21-11، الإسماعيلية 23-12. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22-12، كاترين 19-4، وطابة 24-15، حلايب 25-20، وشلاتين 27-19، شرم الشيخ 28-14، والغردقة 28-14. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 25-12، والوادي الجديد 30-14، أسيوط 26-11، سوهاج 29-13، قنا 30-13، الأقصر 31-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لجمانة ومحمد نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا لميا. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع اهم الاخبار والاحداث النهار اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري ودوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتقيم دار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان الإصابة البيولوجية للمقتنيات الورقية وأثرها على صحة العاملين، وده الساعة 11 الصبح بقاعة الندوات بدار الوثائق بكورنيش النيل. بتهدف الندوة لتوعية العاملين بمجال ترميم الوثائق بالإصابات البكتيرية وغيرها من أنواع الإصابات البيولوجية اللي بتصيب الوثيقة وكيفية التعامل معها مع مراعاة قواعد السلامة المهنية. النهارده العشاء الكره المصريه موعدهم مع مباراه قويه في اطار الجوله 15 من عمر مسابقه الدوري المصري، هيلتقي بيراميدز مع فاركو الساعه 7 مساء. والعشاء الكره الاوروبيه موعدهم النهارده مع مباراتين مهمين في اطار جوله الاياب من دور ال 16 في بطوله دوري ابطال اوروبا، هيلتقي ريال مدريد الاسباني مع لايبزيج الالماني الساعه 10 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي الانجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي. نروح مع حضراتكم لأسوان، مدينة الشمس والإبداع والجمال. انطلقت فعاليات ختام ورش الأعمال الفنية للمشاركين في الدورة رقم 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.
شهدت الفعاليات إبداع النحاتين المشاركين في تنفيذ المنحوتات والقطع الفنية على مدار الأيام اللي فاتت بمحافظة أسوان. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. احنا السنة دي في الدورة الـ 28 بيشارك في الدورة دي 12 فنان، 5 أجانب والباقي 7 مصريين. ملاحظ يعني الفنانات السنة دي كتير، وهو يعني احنا معانا 7 فنانين مصريين، منهم 6 بنات وواحد بس هو الرجل، وده يعني دي يعني ملحوظة عامة في مجال النحت في السنين الأخيرة في مصر. يعني I'm here about this great park and about great open air museum long time. So many my friend sculpture take part. So it was my dream, part of my dream to visit, you know, Egypt, to see, you know, sculpture, what and culture, art and temples, what people do in the past and create, you know, and see contemporary work. Work together with Egyptian artist, with international artist. So, and this year, you know, I'm have this possibility. So I'm very glad. I'm sculptor artist, and so I was selected for participate in this sculpture symposium, which my work, Wind and Grass. So today we're finishing. I'm happy about this. Yeah. سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، واحد من أهم الملتقيات الإبداعية في العالم كله، النحت في الأماكن المفتوحة وعلى صخر الجرانيت في أسوان. نتعرف على تفاصيل أكتر عن الدورة رقم 28 مع دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية. بنصبح على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو في البدايه تعرفنا الفعاليات الفنيه اللي شهدتها الدوره 28 لسمبوزيوم اسوان الدولي يا فندم. سمبوزيوم اسوان الدولي حدث سنوي يقام له 28 سنه، اسسه النحات الراحل ادم حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيليه في البدايه، وتم نقل تبعيته بعدها الى صندوق التنميه الثقافيه. الحدث عباره عن استضافه فنانين مصريين واجانب على مدار 50 يوم، دايما بيبتدي في شهر يناير وبيستمر ال 50 يوم. السنه دي ابتدى في 15 يناير واختتمنا اعماله امبارح بهدف اعاده احياء النحت على الجرانيت، التقليد المصري القديم، في اعاده يعني للفنون المصريه القديمه او تحديدا النحت على هذا النوع من الصخور الصلبه جدا. وكان فلسفة الاختيار المكان أسوان اللي هي المصدر الرئيسي لكل المنحوتات من الجرانيت اللي موجودة في الحضارة المصرية القديمة. الحقيقة السمبوزيوم بيتضمن بعيدا عن فكرة ان الفنانين بيتجمعوا، بيبقى في مجموعة من الأنشطة أهمها ان الفنانين المشاركين جميعا بيتم تنظيم رحلة ليهم لمدينة الأقصر، بيتعرفوا كمان على التاريخ المصري القديم، وبيزوروا المعابد والمتاحف اللي موجوده في الأقصر اللي فيها كتير من المنحوتات المصريه القديمه من خامه الجرانيت. ويمكن انا لمست اثناء متابعتي او زيارتي للسمبوزيوم اثناء ال 50 يوم مدى انبهار الفنانين الاجانب بعظمه النحت المصري القديم، وتحديدا يعني هم قالوا ان في استحاله ان ممكن حتى الاضطراب من هذا المستوى الفني المتميز. هو طبعا دكتور وليد هو يعني فن النحت من اهم فنون الحضاره المصريه القديمه، واحنا بنتابع التقرير من اهم الملحوظات السنه دي او ملامح دوره 28 المشاركه للفنانات او النحاتات المصريات. يعني احنا بنتكلم على 7 من النحاتين، 6 نساء او 6 سيدات ورجل واحد طبعا، بالاضافه الى 5 من الاجانب. بتشوف الظاهره دي ازاي، ظاهره النحاتات المصريات بشكل قوي وحضورهم في فن النحت؟ الحقيقه هو التصنيف دايما في الفن ما بيبقاش نوعي على اعتبار ان هو الجنس، ولكن
اللجان دايما بتكون بتتعامل مع المنتج المقدم بشكل مجرد عن النوع. بس هي الحياة ظاهرة، لأن السنة دي فعلا زي ما حضرتك قلت 6 من الإناث سواء سيدات أو بنات كانوا منورين السمبوزيوم، 3 منهم من الشابات و3 من الفنانات الأكبر سنا والأكبر خبرة. هي ظاهرة بتأكد يعني أن الفن لا يتوقف على النوع، وأن احنا في إطار حركة الثقافة المصرية بشكل عام وفنون تشكيلية ما فيش هذا الارتباط ما بين طبيعة المنتج الفني والنوع، لأن عمر ما كان القوى البدنية هي اللي بتحدد نوعية المنتج الفني، ولكن الاهتمام والتجربة الجادة هي اللي بتخلي الفنانة موجودة أو الفنان موجود بعيدا عن نوعه. طيب فندم، بالنسبة للأعمال اللي تم العمل عليها خلال السيمبوزيوم بتتعرض فين بعد كده، وإزاي بيتم الحفاظ عليها، أو بيكون مصيرها إيه بعد السيمبوزيوم؟ تمام. السيمبوزيوم فكرته الأساسية إن الموقع العمل بيستمر العمل فيه على مدار الأيام للسيمبوزيوم، وبعد كده بتستمر الأعمال في مكانها اللي تم إنتاجها فيه حتى موعد العمل التالي أو السيمبوزيوم الذي يليه. الحقيقة الموقع العام هو موقع في مواجهة متحف النوبة، قطعة أرض ملحقة بفندق الإقامة اللي هو يعتبر شريك أساسي منذ إنشاء هذا السيمبوزيوم. بعد كده الأعمال دي بتنقل إلى المتحف المفتوح في أسوان. المتحف المفتوح في أسوان هو عبارة عن 25 فدان، كتلة صخرية جبلية من خامة الجرانيت نفسها، موقع عبقري بيطل على أحد شواطئ النيل. بيتم كل سنة نقل هذه الأعمال إلى هذا المتحف المفتوح ويتم توزيعها على الكتلة الصخرية الجبلية بشكل فيه حالة من حالات التنسيق. يعني حاليا هذا المتحف بيحتوي على تقريبا 390 عمل، بالإضافة إلى أكثر من 100 عمل تم إعارتهم أو إهدائهم لاستخدامهم في تجميل مواقع في على مستوى جمهورية مصر العربية. في مواقع منها موجودة مثلا في مدينة الفنون في العاصمة الإدارية، في مواقع موجودة في أو تماثيل يعني في موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي، في أكثر من 100 تمثال موزعين على ميادين ومواقع محافظة أسوان وغيرها من محافظات مصر بشكل عام. جميل. طب دكتور وليد، يعني احنا بنشوف على الهواء دلوقتي مجموعة من المنحوتات والقطع الفنية. سؤالي لحضرتك، خصوصية هذا السيمبوزيوم هو النحت على خام الجرانيت، وهي عملية صعبة ومش سهلة، انه خام صعب انه يتم تشكيله في اعمال فنية. خصوصية واهمية النحت على الجرانيت، وازاي ده بيدي قيم جمالية للمنحوتات بعد كده؟ هي النحت بشكل عام احنا عادة كفنانين تشكيليين بنتكلم على الخامة باعتبارها بعض الخامات بنسميها الخامات النبيلة، منها طبعا الاحجار بالاضافة طبعا للبرونز وغيره، ولكن الأحجار بشكل عام من الجرانيت أو أحجار الرخام أو الأحجار الجريه كلها من المنحوتات أو من التماثيل أو الخامات اللي بتكون نحت عليها صعب جدا. صحيح. أصعبها على الإطلاق هو خامة الجرانيت نظرا لصلابته. وده طبعا بيحط الفنانين دايما في تحدي كيفية تطوير هذه الخامة الصلبة. وكتير من الأعمال بيبقى الفنان هدفه الأساسي إن هو يحيل هذه الحالة أو هذه الخامة من الحالة التي تبدو صلبة إلى حالة تبدو أكثر ليونة. ففي بعضهم يعني السنة دي مثلا كان في أحدهم شغلته أو فكرة التمثال إنه عاوز يعمل كتلة تبدو لينة على عكس طبيعة الخامة ذاتها اللي فيها حالة من حالات الصلابة والقسوة بشكل أساسي. طيب دكتور وليد، زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك في 7 نحاتين مصريين وحوالي 5 أو 6 أجانب، عايز أعرف من حضرتك بالنسبة لمستوى النحاتين المصريين بجانب النحت العالمي، يعني موقع النحاتين المصريين فين بالضبط؟ النحاتين المصريين فنانين تشكيليين المصريين يمكن من أكثر المجالات الفنية والثقافية اللي بيكون فيها مواكبة للمستوى العالمي. يعني إذا كان في بعض الحاجات بيكون في فرق مثلا في الإمكانيات، فرق في الدعاية، فرق في أشياء من هذا النوع تؤثر على مستوى الفنان المصري في بعض المجالات، إلا أن الفنون التشكيلية باعتبارها فنون فردية بتعتمد على القدرات الذاتية للفنان نفسه
تمام. لا يعني انا اقدر اقوله بكل ثقه ان الفنان المصري في كل المجالات وخاصه النحت لا موجود على قدم المساواه مع كثير من الفنانين الاجانب مهما كان في فرق في المستويات الماديه او التقدم الحضاري. نحتنا المصريين موجودين طول الوقت في جميع الملتقيات والسمبوزيومات بتاعت النحت اللي على المستوى الدولي، دايما مدعوين ومرحب بيهم، وبالعكس يمكن كمان بيكونوا في قمه الهرم يعني الفنانين على المستوى الدولي. وعندنا اسماء كبيره جدا في النحت تقريبا بيشاركوا في معظم هذه الملتقيات، والا ما كانش بقى في عندنا القدره وعندنا الثقه ان احنا نعمل مثل هذا المنطقة ويحقق هذه الشهره على المستوى الدولي ويستمر في 28 سنه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد قنوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، وبنصبح على حضرتك مرة تانية. مشاهدينا الثامنة صباحا ومعدة مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدي، تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشنيان أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية. وأضاف الرئيس السيسي عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الأرمني أنه تم التأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرمني. كما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. قرر مفاوض حركة حماس البقاء في القاهرة ليوم ثالث لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء. وقالت مصادر أمنية مصرية إن إسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنهم متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى الآن. يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث تواصل مصر مع الوسطاء جهودها لوقف القتال في غزة قبل حلول الشهر الكريم، وأيضا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة. وأضاف مكتب نتنياهو أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان دون تقديم رقم محدد للمصلين. وأوضح مكتب نتنياهو أنه سيجرى تقييم أمني كل أسبوع وسوف يتخذ القرار بناء على ذلك. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المحادثات غير المباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل. وأوضح ميقاتي أن المسؤولين اللبنانيين يدرسون اقتراحا أمريكيا من أجل الدفع بحل دبلوماسي لوقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وأضاف ميقاتي أن الاقتراح يركز على كيفية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا استمرت شهرا بين حزب الله وإسرائيل في 2006. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم بلدات بشرق جنين ونابلس ورام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال شرق طول كرم واعتقلت عددا من الفلسطينيين وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل فلسطينية. حقق
حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب انتصارات كبيرة في الانتخابات الثلاثاء الكبيرة التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري. وفي كلمة له عقب فوزه بإحدى عشرة ولاية أمريكية، تعهد ترامب باستعادة الاقتصاد الأمريكي مكانته وطرد المهاجرين الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. يا مشاهدينا وصباح الخير يا مصر، الحقيقة ثقافات إبداعية وشبابية في كل الجامعات المصرية مدهشة ورائعة جدا. في كل يوم بنلاقي أفكار جديدة وحلول لمشاكل كتيرة بنواجهها داخل مجتمعنا. تحفيز الطلاب ودعمهم واحدة من أهم الأهداف الجامعية اللي كل جامعة بتحطها نصب أعينها، إزاي نحفز وندعم الموهوبين والمبدعين والمبتكرين. ده اللي بيحصل في كلية الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية، اللي قدر طلابها إن هم يتأهلوا للمشاركة في مسابقة دولية في الولايات المتحدة. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ضيوفنا اللي نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور احمد يحيى عبيد عميد كليه الاعمال الدوليه في الجامعه المصريه اليابانيه، من الطلبه المتاهلين مريم مصطفى وبيجاد حازم. صباح الخير عليكم، نورنا، والف مبروك مريم وبيجاد. صباح الخير، الله يبارك في حضراتكم، وشرف كبير ان احنا نتلقى الدعوه الكريمه من حضراتكم، وان انا يعني على المستوى الشخصي متشرف بوجودي مع طلابي اللي يعني رفعوا راسنا وبينوا الى اي مدى إن الطالب المصري إذا أعطي المساحة ودعم من قبل الجهة اللي بينتسب ليها، حضرتك حدث ولا حرج على مستوى الإبداع اللي ممكن يصل إليه. طبعا ده بكل تأكيد. بس خليني يا دكتور في البداية أعرف من حضرتك، احنا بنتكلم على تأهلهم لمسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، مسابقة دولية أكيد هيكون فيها تحدي كبير ومنافسة قوية، لو تكلمنا عن هذه المسابقة في البداية وتأهلهم كمان لهذه المسابقة. بداية المشاركة في المسابقات أو المسابقات بوجه عام هو يعني أحد السبل اللي المؤسسات التعليمية بتدعمها حتى يتم ملء الفجوة ما بين الجانب النظري والواقع التطبيقي. فلما الطالب يجد نفسه مشتبك مع قضايا محلية إقليمية كانت أو دولية، فهو بيحاول إن هو يستدعي الجوانب المعرفية والمهارية اللي تم تعاطيها داخل قاعات الدرس من أساتذة ومحاضرين، بحيث أنه هو بمفردات معينة وفقا لسياق المسابقة يحاول يوظف هذه المعارف ويطبق هذه النظريات بالشكل اللي يخلي فيه تطويع، وعاوز أقول شكل من أشكال المحاكاة اللي بترفع مستوى جاهزيته، لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن ويتخرج يواجه سوء العمل دون أن يكون هناك أي خشية ولا في حالة انزعاج من إن الجانب النظري اللي خده مش مؤهل ليه في بيئة العمل. وبالتالي المسابقة اللي احنا بصددها النهاردة هي أحد الأشكال اللي بتدعم الجانب التطبيقي وبتستدعي الجوانب النظرية اللي تم تداولها داخل قاعات الدرس. من ضمن المستجدات اللي ظهرت على البيئة التعليمية لا سيما المصرية اللي هي الانترناشنال بروفيشنال سيرتيفيكت، اللي هي الشهادات المهنية الدولية. جميل. والجهة اللي هي بريميا اللي هي بروفيشنال ريسك مانجمنت انترناشنال اسوسيشن، اللي هي جمعية تأهيل مدير المخاطر او جمعية دولية لتأهيل مدير المخاطر، من ضمن الجهات المانحة لشهادة من الشهادات المعترف بها دوليا. وهذه الجهة أيضا بترفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر لا سيما بالنسبة للقطاع التجاري. خلينا نقول برضو أن من ضمن المهام المنوط بها هذه الجمعية تنظيم مسابقات زي المسابقة اللي احنا بصددها النهاردة. ده بيخلي زي ما قلنا في حالة استدعاء للمفاهيم المالية والمحاسبية اللي بيتم تداولها، وبيشوفوا إلى أي مدى المؤسسات التعليمية جهزت طلابها لبيئة العمل. وبيئة العمل هنا المقصود بها بيئة العمل الدولية في طبعاً. العالم كله، السوق طبعاً. العالم مفتوح أمام الشباب أنه يشتغل في مجال البنوك أو إدارة المخاطر في البنوك. وده خليني بقى أروح للنجوم اللي منورينا النهاردة ونقول لهم ألف مبروك بجاد ومريم
بجاد يعني الرجل الكريم في اللغة العربية، فده اسم جميل جدا. فنروح نبتدي مع بجاد، عملتوا دراسة جميلة جدا عن إدارة المخاطر في البنوك، والبنوك هي بتتحكم في اقتصاد العالم كله. احكي لنا عن الدراسة اللي هي فازت وتأهلت إلى هذه المسابقة، وليه فكرتوا في فكرة أو مفهوم إدارة المخاطر في البنوك؟ بالنسبة للجزء ليه فكرنا في إدارة المخاطر، فهي جزء كبير جدا ومهم من حيث الدراسة اللي احنا بندرسها اللي هي علم إدارة الأعمال الفاينانس والإنفستمنت. بالنسبة للي احنا قدمناه، هو كانت المسابقة باختصار بتقدم كيس ستادي في هذا المنوال، بنقدم كلنا الإجابات في حيث بشكل ريبورت بنشرح فيه المشكلة بالضبط من نفس الكيس وإزاي نحلها، وريكومنديشن ازاي نقدر كنا نتفادى المشكله بالظبط، وادق تفسير او حل للمشكله هو اللي بيتاهل. فكان في كذا مرحله، اللي هم اول مرحله على المستوى على الشرق الاوسط، احنا نجحنا الحمد لله وتاهلنا في مستوى الشرق الاوسط، وحاليا رايحين للمستوى العالمي في امريكا ان شاء الله. ان شاء الله. مريم، يعني دراسه مهمه جدا، خاصه انها بالفعل قدرت انها تأهلكوا لدخول مسابقة عالمية. عايز اعرف منك ازاي اشتغلتي على هذه الدراسة، وشايفة الجامعة كمان قدمت لك ايه؟ تمام. اول حاجة ازاي اشتغلت على الدراسة دي، طبعا احنا بننافس، يعني احنا كان ما بنبصش للمرحلة الاولانية ولا التانية، احنا كنا بننافس على الفاينل دايما، وكنا بنشتغل على المستوى العالمي اكتر. اول حاجة ازاي الدراسة او في الجامعة اهلتني لحاجة زي كده، يعني هاخدها معاكي بالترتيب. الجامعة عندنا بتوفر منح برا في الخارج لليابان بالذات، عشان احنا الجامعة المصرية اليابانية، وانا كنت واحدة من الطلاب، انا وصاحبتي، بس صاحبتي مش متواجدة، هي جيهان حسين المصري كانت معانا، وسيف في الدين، احنا اربعة بننافس في المسابقة. فجيهان كانت برضو معايا في اليابان، احنا كنا بندرس بنظام الكيس ستادي اللي هي اصلا نظام المسابقة، وده كان على مدار سنة كاملة في اليابان، وده أهلنا أكتر إزاي نفكر في الكيس ستادي كبزنس سيتويشن، إزاي نطبق اللي احنا بندرسه على بزنس سيتويشن. خلينا نقول إيه الكيس ستادي كمان عشان المشاهد يفهمنا بشكل أكبر. كيس ستادي يعني حالة موجودة أو حالة افتراضية في قطاع البنوك متعلقة بالمجال ده. بالظبط، مش حالة افتراضية، حالة حقيقية. حالة حقيقية موجودة. بالظبط، احنا بندرسها، بندرسها سواء أسباب فشلها أو نجاحها، وبندرس او بنقول راينا وبنناقشها زي مؤتمر كده مع بعض ومع البروفيسور او الدكتور الموجود، وبنبدا نناقش اللي احنا درسناه في او نطبقه على الحاله الواقعيه اللي حصلت، وازاي ممكن تتحسن او ازاي كانت ممكن تبقى احسن، تقدموا الحلول او الرؤيه. بالظبط. فده اللي ساعدنا في الـ في الـ في الكيس بتاعتنا. واحنا كمان كنا عاملين حاجه بسيطه كده، ان احنا ما كناش عايزين ناخد بس الحاله دي، احنا كنا عايزين نفكر اوسع. فالحاله دي كانت على السوق الامريكي، فاضطرينا ندرس السوق الامريكي، اضطرينا ندرس سيكولوجيه المستثمرين في امريكا عامله ازاي اللي تخليهم تاخدوا القرارات دي، واضطرينا ندرس كمان المستثمرين ليه بيستثمروا في البنك ده وسبب وقوعه، الكيسز المتشابهه للحياه دي. طب الافكار الحلوه دي والوصول لهذه الجائزه ازاي اطبقه عندي في مصر دكتور احمد؟ لان حضرتك اشرت الى نقطه مهمه جدا، هي الفجوه ما بين البرامج الاكاديميه او النظريه والبرامج المهنيه سوق العمل. افكار زي دي مبدعه وخلاقه جدا، ازاي انا ممكن في الاقتصاد المصري وفي الواقع المصري استفيد من افكار الشباب فيما يتعلق باداره المخاطر في البنوك، واني اقرب الفجوه شويه ما بين ما هو اكاديمي ونظري وما هو عملي وتطبيقي. اشكر حضرتك على السؤال القيم ده، بس خليني حضرتك قبل ما اجاوب اوجه الشكر لزميلتي الفاضله الدكتوره يارا مجدي المشرفه على الفريق، واللي كانت حريصه دائما وابدا على ان الفريق يصل الى ما وصل اليه، وعلى اتصال دائم باداره الكليه عشان نوفر كل سبل الدعم، بحيث ان هم يعني يبقوا دايما في الصداره، ونشرف به ان احنا نعبر عن التجربه اللي احنا بصددها النهارده. فيما يخص سؤال حضرتك، خلينا نقول ان اطلاع الشخص او الطالب بشكل اساسي على التجارب العالميه بيوسع الرؤيه. صحيح. بس يظل في النهايه في سؤال، كيف يمكن تطويع التجارب خارج سياق الاقليم او الدوله على أرض فيها معطيات ومتغيرات مختلفة، بينها تشابه وبينها اختلاف. صحيح. مع التجربة
اللي هي محل العناية أو الدراسة. هي دي بقى الجوانب المعنية بالمهارة، أستدعي الكونسبت العام أو المفهوم العام، أخذ من التجربة ما يجوز تطبيقه في مجتمع آخر وليكن المجتمع المصري، أشوف القواسم المشتركة من حيث المثالب والمزايا اللي ممكن أستحضرها في ذهني وأنا بتعامل مع الموقف الحاضر أمامي، وهو ده بقى اللي احنا بنقول عليه بقى الخروج من التنظير إلى الواقع العملي. فأنا شفت دلوقتي البنك اللي أجريت عليه الدراسة، وشفت المستثمر الأمريكي، وشفت كيف بنى قراره الاستثماري وتعامل الجهة اللي بتدور استثماراته، واخد من ده معنى عام وطبقه في مشهد له خصوصيته. ده بقى اللي بيتدخل فيه الأستاذ في ان هو يفتح زوايا مختلفة للموضوع اللي أتى من بيئة غير البيئة الأم أو البيئة محل التطبيق. عشان كده احنا بنقول فكر على مستوى عالمي، في كونسبت شهير يقول لحضرتك ايه، think globally act locally. يعني بوسع الانجل او الزاويه بتاعتي واطلع على قدر المستطاع على التجارب والممارسات ذات الصله. وعندنا برضو فكره البنش ماركينج، فبشوف افضل الممارسات في الجهات اللي تمثل ريفرنس او مرجع. هل ده معناه ان انا اخدها يعني كده كوب اند بيست، يعني نقل تام من التجربه الى محل التطبيق؟ لا، انا بقى بتدخل للتطويع، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه بقى. فبنعمل زي ما يعني دارج في الجامعات المصرية دلوقتي اللي هو التدريب الصيفي، لا سيما في الكليات التجارية أو إدارة الأعمال، بنودي طلبة إلى مصانع للاطلاع على نظم إدارة الموارد البشرية، كيفية قيادة الحملات التسويقية، في البنوك لمعرفة الدورة المستندية ودولاب العمل كيف يجري داخل المؤسسات المصرفية وما شابه. يبقى الحاجات اللي بياخدها بيراها رأي العين، وبالتالي بقى هو عنده دلوقتي المام بالواقع العملي. ساعة لما يطلع على تجربة على المستوى الإقليمي أو الدولي يستطيع ان هو بقى يطوعها وفقا لما رأى. فهنا يبقى احنا كده كل مادة بنحاول نسد الفجوة السابق الإشارة إليها ما بين النظرية والتطبيق. هايل. طيب بجد خليني أخذ من كلام دكتور أحمد ومن مريم، وهم بيكلموا عن scholarships والsummer trainings، المنح الدراسية والتدريب الصيفي، وفكرة ان انت تدرس حالة بالفعل موجودة، تدرس طريقة تفكير المستثمر الاجنبي ان كان في الولايات المتحدة الامريكية او اي مكان. دي بتوسع المدارك بشكل كبير جدا، واعتقد في فرق يعني عن نوع او نمط الدراسة اللي احنا كنا بنسمع عنه في الجامعات او نوع التعليم المصري بشكل كبير. ده فادك قد ايه وفرق معاك قد ايه، وهل انت دلوقتي بقيت مدرك خلينا نقول المجالات اللي انت محتاج تعرفها اكتر، محتاج ان انت تتعمق فيها اكتر، وسع مداركك زي ما كان دكتور احمد بيتكلم في نقط معينه او مجالات معينه متعلقه بدراستك؟ والله لو هبقى في شكل دقيق، احنا لما كنا داخلين المسابقه كان في حاجات كتير قوي طبعا ما كناش نعرفها، لان احنا كنا الفريق الوحيد على مستوى المسابقه كلها اللي كان لسه في مرحله البكالوريوس، كلها كانت كلهم كانوا عدوا مرحله البكالوريوس. فان احنا كنا نتعلم حاجات، ده كان الجزء المهم اكتر بالنسبه لي انا شخصيا، ان كل شيء اتعلمته دلوقتي لما رجعت الكليه بعد ما خلصت ابتديت ان انا اشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، او حتى انا بدرس حاجه عاديه المفروض ان انا باخدها في مستوى البكالوريوس بقى عندي معلومه زياده، تكنيكال سكيلز، اي حاجه اقدر اعملها سواء كانت مثلا كمبيوتر سيستم او حاجه زي كده. في جزء من المسابقه اللي هي اصلا الراعي الرسمي بتاع المسابقه اللي هو ماث وركس، ده عنده بروجرام، الشركه عندها بروجرام اللي هو الماتلاب، واحد من اشهر البروجرامز اللي ليها علاقه بالبرمجه والحاجات اللي زي كده. فاحنا طبعا ما كناش كانش لنا الخبره الكافيه فيه، بس دلوقتي احنا شغالين عليه ومفروض هنسلم جزء كبير ومهم ومعقد جدا بنراجعه مع الاساتذه بتاعتنا طبعا في الكليه، طبعا بموافقه الدكتور عبيد ومساعده الدكتور يارا والباقي الفريق طبعا. جميل. مريم، دراسه عن المجتمع المال والاعمال الامريكي، دراسه سلوك المستثمر الامريكي وسيكولوجيته نفسيته زي ما انت قلتي، دراسه صعبه جدا. فعايز اسالك وفريق العمل، ايه ابرز التحديات اللي واجهتكم وانتم بتعملوا هذه الدراسه، دراسه الحاله على مجتمع المال الامريكي؟ هو اصعب حاجه قابلتنا ان احنا نشوف اصدق حاجه موجودة على النت، لان زي ما احنا عارفين ان في يعني لينكات كتير قوي ممكن تكون اخبار كذبة او حاجة زي كده،
وعايزه اقول حاجه دي انا فخوره بيها جدا، ان انا لما جبت الريفرنسز دي جبتها من ريفرنسز مصريه على اليوتيوب. جميل. وهي كانت اكتر واوضح واصدق حاجه كانت على اليوتيوب بتشرح اصلا الكيس دي، وكانت الريكومنديشنز بتاعتها ساعدتنا اكتر ان هي تفتح لنا مخنا ان احنا نختلق حاجات جديده. غير الناس اللي كانت اجانب او كده والحاجات اللي هم وفروها، فدي كان بالنسبه لي حاجه عجبتني جدا، وهي اصلا اللي خلتني اوسع تفكيري في المنطق ده بس. طيب دكتور احمد هرجع لحضرتك مره تانية. في جانب اخر كمان بتقوم بيه الجامعه اليابانيه، ده هو دور مهم جدا، فكره حاضنه الاعمال او الانكيبيترز الموجوده لدعم رواد الاعمال ان كان ماليا او حتى فنيا. حضرتك الدعم ليس قاصرا على حاضنه الاعمال، وانما هي جزء من كل. وهنا بوجه التحيه لمعالي رئيس الجامعه سعاده الاستاذ الدكتور عمرو عدلي، دايما يعني يؤكد في لقاءاته اما مع اعضاء هيئه التدريس او مع الطلاب في ان القيمه المضافه من التجارب العمليه والحياتيه لعضو هيئه التدريس من شانها ان هي ترفع مستوى جاهزيه الطالب لبيئه العمل اكثر من المقررات الدراسيه بالمعنى التقليدي. والمعنى ده بيمتد الى حاضنه الاعمال اللي حضرتك اشرت اليه. فهي وطبعا ده يعني يعد برضو من قبيل الاستثناء، لان مش كل الجامعات لديها حاضنات اعمال. حاضنه الاعمال بتوفر الدعم المالي والفني لكل من له فكره تستاهل ان تكون محلا لمشروع صغير او متوسط. فلما يبقى حضرتك يعني متملك لحاضنه اعمال جنبا الى جنب كليه لاداره الاعمال، فعاوز اقول ان ده بيشكل احد صور الدعم، وبرضه بيدي مساحه لتطبيق المفاهيم والمعارف اللي في الاطار بتاع البيزنس سكول او كليات الاعمال. فاحنا بنقول للطالب عندك فكره كونتها على مدى سنتين او ثلاثه او اربعه، احنا جاهزين ان احنا نحط لك اطار يترجم الفكره في شكل مشروع، ولو محتاج تمويل احنا بنقدم بمدى معين او في حدود بادجت معينه هذا التمويل، ونستطيع ان احنا نحتضن المشروع حتى يتعافى ويبقى يقف على قدمين ثابتتين زي ما بنقول. وبالتالي يبقى حاضنه الاعمال برضو من ضمن الحاجات اللي تضاف للجامعه اليابانيه، وبتاكد على ان في منظور ورؤيه مختلفه، ان القصه ليست مقررات دراسيه وانما اعداد خريج يمثل منتج نهائي لسوق العمل. محتاجين بقى من بجد ومريم افكار بقى عشان تدخل حاضنه الاعمال. في سنه كام دلوقتي؟ سنه رابعه. خلاص يعني فاضل سنه وتتخرجوا خلاص، اقل من سنه. ترم واحد ان شاء الله وتتخرجوا وتقدموا افكار كمان جديده ومهمه. حابب اتكلم عن الجامعه المصريه اليابانيه. واليابان ثقافه منضبطه جدا، فيها قيم مهمه جدا للتفكير العلمي واعلاء قيمه العقل والعقلانيه والانضباط وغيره. ايه اهم القيم اللي اتعلمتوها داخل البرامج التدريسيه في الجامعه اليابانيه وفادتكم في شغلكم؟ انا بالنسبه لي كانت اكتر حاجه كنت حريص ان انا اتعلمها من الثقافه اليابانيه هي المواعيد، الانضباط. طبعا اليابانيين الثقافه بتاعتهم ستريكت جدا في موضوع المواعيد، مفيش حاجه اسمها انا هسلم متاخر او انا هعمل اي حاجه متاخر. المواعيد اهم حاجه عندهم، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي شخصيا. يعني بالنسبه لمريم مش حاجه. بالنسبه لي انا كانت هم اليابانيين، هو الجامعه عباره عن مزيج من الثقافه المصريه واليابانيه، فهم واخدين الحلو من الاثنين يعني. فالمصريه في ان انت تكون يعني بتعرف تتكلم، بتعرف تجيب المعلومه، مش بتستسلم، مثابر وعايز تعمل بالظبط. وفي نفس الوقت مع الحلو في الموضوع الياباني ان هو المتعه في الرحله مش في الوصول. وان هم عندهم يعني مصطلح كده اسمه كايزن، اللي هو التطورات الصغيره لمتطور كبير قوي في المستقبل على اللونج رن، نجاح كبير يعني نجاحات صغيره. وهو ده اللي الجامعه اصلا ماشيه بيه، وده اللي اتعلمناه برضو، ان احنا ما نستعجلش على حاجه، ان احنا نصبر، ان احنا نتعلم، وان احنا نستمتع بالدراسه. فدي كانت من الحاجات اللي الجامعه بتوفرها وبتحببنا في الجامعه نفسها. دكتور اخيرا، بالنسبه للتاهل او الدخول للمسابقه الدوليه، بيتاهلوا ازاي دلوقتي؟ يعني ان كان مريم او بجد، ايه اللي بيحصل دلوقتي عشان يقدروا ان هم يدخلوا هذه المسابقه بجاهزيه تامه؟
والله حضرتك يعني هم طبعا أدرى بالتفاصيل، إنما بشكل عام الدكتورة يارا مجدي أستاذ مساعد التمويل والمشرف على الفريق بتعقد لقاءات بشكل متكرر ومكثف، لأن يعني هي أيام قليلة وتعقد المسابقة على المستوى الدولي، وهم حاليا بقى بصدد بقى الإجراءات المتعلقة بقى بالفيزا وما شابه عشان يبقى برضو ماشيين بالتوازي الجانب الإجرائي مع التحضيرات الفنية، ففي كثافة وفي حالة حراك. وعاوز أقول لحضراتكم كلنا داعمين وفي حالة من طبعا. حالات عاوز أقول الفرحة على مستوى الكلية، لأن بقى عندنا نموذج يحتذى وما أكثر النماذج يعني الحمد لله اللي موجودة في الجامعة المصرية اليابانية. وإحنا كمان فرحانين بيكو وداعمين ليكو جدا، وإن شاء الله كده تروحوا أمريكا وترجعوا منصورين ورافعين راسنا بفكرتكم بالدراسه اللي انتوا عملتوها عن اداره مخاطر البنوك. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر دكتور احمد يحيى عبيد عميد كليه الاعمال الدوليه في الجامعه المصريه اليابانيه، نورتنا شرفتنا يا فندم. بشكر كمان بيجاد ومريم مصطفى الفريق المتاهل ان شاء الله للمسابقه الدوليه في الولايات المتحده الامريكيه، نورتونا وشرفتونا. شكرا جزيلا، شرف لينا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. استنوا نرحب بحضراتكم مرة تانية. ماتشات العودة في دوري أبطال ماتشات ممتعة، بايرن ميونخ بيصعد لدور ربع النهائي وباريس سان جيرمان أيضا يتأهل لأول مرة من فترة. حقيقة جمانة فعلا مباراة جميلة وفيها كده كورة حلوة، هنتكلم عنها مع حضراتكم وكمان عن اللقاء المرتقب لقاء القمة ما بين الأهلي والزمالك مع الأستاذ عبد الرحمن بدر الناقد الرياضي والصحفي بالدستور اللي نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. هبدأ ببايرن ميونخ بيصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه على لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد. شايف أداء بايرن ميونخ إزاي وصوله لرابع مرة على التوالي؟ هو بايرن ميونخ من المعتاد له أنه هو بيصعد للأدوار الإقصائية، من آخر ثلاث مواسم هو تأهل للدور ربع النهائي ولكن ما قدرش يتجاوز الدور ده، لكن الموسم ده تأهل بايرن ميونخ مختلف شوية لأن بايرن ميونخ بيعاني على مستوى الدوري الألماني، بيخسر نقط كتير لصالح باير ليفركوزن وبقى قريب ان هو يخسر لقب الدوري اللي حققه 11 مره على التوالي، غالبا هيخسره الموسم ده لحد دلوقتي هو فارق 10 نقط عن باير ليفركوزن، فالفريق في حاله صعبه. رقم قياسي في الدوري الالماني بالظبط، 11 مره على التوالي ما فيش فريق قدر يحققه بالظبط، هو حامل اللقب هو صاحب رقم قياسي في التتويج يعني. فان هو الفريق بيعيش حاله من التذبذب وفقدان النقاط في الدوري الالماني، فكان فوز امبارح دافع ليه ان هو يرجع الفريق تاني يبتدي يستعيد توازنه. كمان كان توماس توخيل مهدد بالإقالة الفورية في حالة الخسارة أمس بدل من أنه هو كان هيرحل في نهاية الموسم، فالفريق قدر أنه يستعيد توازنه، خصوصا أن ماتش الذهاب هو بايرن ميونخ ما قدمش مباراة سيئة ولكن لعب مباراة جيدة جدا، بس كان عنده سوء توفيق في إنهاء الفرص والهجمات. طيب شايف تذبذب بايرن ميونخ ايه؟ بايرن ميونخ فريق كبير جدا. بالظبط، هو بايرن ميونخ عنده بقاله حوالي 3 سنين بالظبط هو عنده ازمه في موضوع اختيارات اللعيبه والصفقات بتاعته، وكمان الاليه بتاعه شغل النادي بدات تتغير من وقت للتاني، بيجيبوا مدرب وبعدين يبتدوا بعد فتره بسيطه، كان هم بايرن ميونخ دايما عنده اليه في اختيار المدربين بتاعه ان هو بيجيب مدرب موافق ليه وماشي مع الاليه اللي هو بيشتغل بيها، مدرب متوافق مع افكارهم. ابتدوا يغيروا ويجيبوا ناجلسمان من كان مدرب لايبزيج، بعد ما جه ناجلسمان كان افكاره مختلفه شويه ولكن حصل ازمه مع اداره بايرن ميونخ وحصلت ازمه مع اللعيبه الكبار، هو دايما في بايرن ميونخ في ازمه اللي دايما بتعطل الفريق هي اللعيبه الكبار وسطوتهم على النادي. دايما في 5 أو 4 لعيبه كبار ليهم سطوه على الاداره ليهم سطوه على المدرب، وقع ناجلسمان في ازمه معاهم خرج من الفريق، ابتدى الفريق يدخل في حاله من تغيير المدربين هانز فليك وبيفقد نقط وبيخسر بطولات، وكان قريب الموسم اللي فات ان هو يخسر الدوري الالماني لولا ان بروسيا دورتموند متعطل في اخر جوله. فبايرن ميونخ ازمته دايما او ازمته الوقت في الوقت الحالي ان هو في تغيير الاليات اكتر من مره في الثلاث سنين اللي فاتوا، فده بيعمل عرقله لاداء الفريق. رغم فوزه على لاتسيو بثلاث اهداف دون رد المباراه ما كانتش سهله على بايرن ميونخ، وكمان لما نبص كمان على مباراه الذهاب مع لاتسيو كانت برضو مباراه صعبه على بايرن ميونخ. بالظبط، هو لاتسيو فريق ممكن فريق منتصف جدول في الدوري الايطالي دلوقتي في المركز التاسع، ولكن هو فريق عنده مدرب موريسيو ساري بيقدر انه يلعب المباريات الكبيره، مدرب عنده فكر وتكتيك قوي جدا ومدرب من المدربين اللي قدرت تحط اسمها بقوه في السنوات الماضيه، يمكن مع نابولي مع تشيلسي ما نجحش قوي ولكن
قدر يرجع تاني مع لاتسيو ويقدم مباريات كبيره. في مباراه الذهاب عطل بايرن ميونخ عن ان هو يوصل للمرمى رغم الهجمات الكتيره اللي وصلت ل 17 هجمه على المرمى ولكن بدون اي تسديده، يعني 17 هجمه بدون اي تسديده على المرمى. فلاتسيو قدر يلعب مباراه كبيره في ماتش الذهاب، وكمان الشوط الاول لحد الدقيقه 39 تقريبا هو حارم بايرن ميونخ من ان هو يوصل لمنطقه الجزاء او يوصل للمرمى لحد ما هاري كين قدر يفك الازمه. فلاتسيو لعب مباراه كبيره وكان خصم صعب، وطبيعي الخصوم اللي بتوصل لدور ال 16 في دوري ابطال اوروبا بيكون فرق صعبه. طيب في نفس السياق باريس سان جيرمان كمان تأهل لربع نهائي الابطال بعد فوزه على ريال سوسيداد. شايف باريس سان جيرمان يقدر يحقق لقب البطوله السنه دي؟ ما اعتقدش، هو باريس سان جيرمان دايما مرشح للفوز بدوري الابطال لامتلاكه لنجوم كبيره وكيليان امبابي وكان قبل كده نيمار وميسي، ولكن ازمه باريس سان جيرمان ان هو الفريق ما عندوش خطه واضحه زي ما كنا بنقول عن بايرن ميونخ ان هو بيبدل الخطط كتير. لا، هو باريس سان جيرمان ما فيش خطه واضحه، النادي بيبتدي يشتغل بيجيب المدرب يسيب المدرب يشتغل وبعدين بعد فتره بسيطه اول ما يبتدي يفشل يقيله، على عكس مثلا ما حصل في مانشستر سيتي، نادي ملوش اي ارث كروي، جاب بيب جوارديولا ابتدى يشتغل معاه وساب له كل المساحه ان هو يشتغل، يشتغل على فرق الناشئين، يشتغل على السكاوتنج، يشتغل على تسويق اللعيبه، مشى اللعيبه اللي غير مرغوب فيها في الفريق وابتدى يجيب لعيبه ثانيه هو قادر على تطويرها ووصل الفريق الموضوع للبطل دوري ابطال اوروبا. باريس سان جيرمان ما بيحصلش معاه كده، باريس سان جيرمان واخد الموضوع تسويقي اكتر، ان انا اجيب نجوم كبيره لعيبه ليها صيت وادخل انافس الفرق الكبيره بشكل مباشر، وده مش هيحصل بسهوله لان هو لازم يبدا الموضوع واحده واحده، يبتدي يبني فريق له ويبني لنفسه استراتيجيه وارث كروي الاول وبعدين يبتدي ينافس على الالقاب. هو على مدى تاريخ دوري ابطال اوروبا لم يحصل على اللقب، لم يتوج من قبل خالص. اللقب الفرنسي كان مارسيليا. كان نادي مارسيليا. طيب في رايك بقى ابرز الانديه المرشحه للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا؟ هو لما نيجي نتكلم عن المرشحين لدوري ابطال اوروبا فرقم واحد بيجي نادي ريال مدريد. ريال مدريد. طبعا الرقم القياسي للفوز بالالقاب، الرقم القياسي لكل الارقام الايجابيه، ريال مدريد الاكثر فوزا، الاكثر تاهلا للادوار الاقصائيه، الاكثر تاهلا للمباراه النهائيه، الاكثر طردا في البطوله، كل الارقام الايجابيه والسلبيه وكل الارقام محتكره لريال مدريد. فبيجي ريال مدريد مع المستوى الجيد اللي الفريق بيقدمه في الموسم ده خصوصا في الدوري الاسباني وتصدره لبطوله الدوري الاسباني، كمان رغبه ان الفريق ان هو يستعيد لقب دوري ابطال اوروبا ويواصل رحلته باللقب ال 15، فريال مدريد بيجي انا بالنسبه لي هو المرشح الاول دايما في البطوله. بعد كده بيجي مانشستر سيتي حامل اللقب، فريق من اقوى الفرق اللي جت في تاريخ الكره، انا بشوف ان مانشستر سيتي جوارديولا عمل برشلونه 2009 جديد، يمكن مع الفارق ان هو ما عندوش ميسي في مانشستر سيتي، بس خلق اكتر من لاعب واكتر من حل، بيستخدم كل اللعيبه بكل الطرق الممكنه ان هو يحقق الفوز. بيجي بعد كده بايرن ميونخ، اعتقد هما دول الثلاث فرق الاقوى والاكثر، ريال مدريد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. طيب بما انك اتكلمت على ريال مدريد، شايف الماتش ما بين ريال مدريد ولايبزيج شفت المباراه ازاي؟ مباراه ريال مدريد لايبزيج فريق منظم بيلعب كره قدم حديثه من وقت ما كان مع ناجلسمان في 2019، فالمباراه مش هتكون سهله على ريال مدريد، ولكن ريال مدريد دايما بيحسم المباريات الكبيره في دوري ابطال اوروبا بخبرات اللعيبه وبالارث بتاع ريال مدريد، ان ريال مدريد دايما بيكسب لان هو ريال مدريد. يعني كان دايما في ديجو سيميوني لما اتهزم ريال مدريد في 2016 في نهائي دوري الابطال كان في فيلم وثائقي بعد البطوله، فحد هو بيقول ان ممكن تقول ان ريال مدريد بيكسب بالحظ، بس انا بختلف معاك، ريال مدريد بيكسب بتاريخه لان هو ريال مدريد. فدي الفكره، ان ريال مدريد بيدخل فريق ريال مدريد، انا ريال مدريد الموضوع بالنسبه له بيبقى فيه افضليه له على اي خصم بيقابله. الى جانب تاريخه كمان تطوير الفنيات كمان لريال مدريد في كل بالزبط. في كل دوري في كل موسم بنلاقي ريال مدريد مختلف بقوته بالعناصر اللي موجوده فيه. وريال مدريد ما فقدش قدرته على انه على استقطاب النجوم ولا موسم. حتى في كل المواسم اللي كان الفريق بيقدم فيها اداء سيء كان دايما هو الوجهه الاولى لاي نجم. ده لان ريال مدريد دايما محافظ على قيمته التسويقيه، محافظ على اداته الاعلاميه في اسبانيا، وان اللعيبه بتاعته بتقدر ان هي دايما تنافس على كل الالقاب بمساعده الاله الاعلاميه لريال مدريد اللي هي بتتمثل في الصحف وقوه ريال مدريد وقوه فلورنتينو بريز رئيس النادي، فده بيخلي دايما الفريق وجهه لاي نجم كبير عايز يظهر في اوروبا وعايز يطلع على الساحه، زي ما حصل مع جود بلينجهام مرفض ان هو يروح ليفربول رغم كل الضغوط من عيلته ومن اداره ليفربول، ورغم ان عرض ليفربول كان ممكن يبقى اكبر من ريال مدريد، ودايما اللعيبه الانجليز بيحبوا يلعبوا في انجلترا اكتر من ان هم يلعبوا بره.
فلما جاله ريال مدريد وحس ان ريال مدريد هو الوجهه اللي هتخليه يقدر ينافس على الالقاب، يقدر ينافس على الارقام الفرديه. نبص الناحيه الثانيه برضو اللي بياكد الكلام ده، كيليان امبابي بكل الاداء اللي بيقدمه وكل الانفجار اللي هو بيقدمه مع باريس سان جيرمان ومع منتخب فرنسا في السنين اللي فاتت، هو مش بينافس على اي القاب، مش بينافس على جوائز فرديه بشكل كبير، لان مفيش وراه آلة اعلاميه بتخدمه، مفيش وراه نادي قوي بيخدمه. فدي عوامل كتير قوي بتدي ريال مدريد افضليه في كل المسابقات اللي بيدخلها، حتى في الصراعات على صفقات اللعيبه. دوري الابطال لكاس مصر، شايف المباراه المرتقبه بين الاهلي والزمالك ازاي؟ والله مباراه الاهلي والزمالك دايما ملهاش حسابات، مباراه قويه، الفريقين داخلين البطوله داخلين المباراه بحاله فنيه ممتازه. نادي الزمالك ابتدى يستعيد قوته تاني، ابتدى فريق يحقق انتصارات ويستعيد توازنه، جاب صفقات حل مشكله القيد وبعدين جاب صفقات جديده. فاعتقد المباراه تكون صعبه على الفريقين، ولكن انا شايف ان دايما في مباراه القمه هم 90 دقيقه اللي بيحسموا. يعني ممكن نتكلم كتير قوي في التكتيك واللي ممكن يحصل ومين يقدر يعمل ايه ومين عنده اخطاء، ولكن دايما 90 دقيقه هي اللي بتحسم النتيجه. تمام. طيب نقاط القوه والضعف في الاهلي والزمالك. نقاط قوه النادي الاهلي دايما في الجناحين، وجود حسين الشحات وبيرس تاو على الجناحين، تحركاتهم والادوار اللي بيعملوها مع لعيبه وسط الملعب. يعني بنشوف دايما امام عاشور او قفشه او عمرو السوليه لما بيلعبوا على في وسط الملعب خلف حسين الشحات او بيرس تاو بيبتدوا يتحركوا معاهم ويعملوا ادوار تبادل بالكره، بيخلق مساحه في دفاعات الخصم ويخلي حسين الشحات او بيرس تاو قادر ان هو يدخل لعمق الملعب، يدخل لعمق منطقه الجزاء ويستغل الثغره دي ان هو يوصل لمرمى الخصم. اما نادي الزمالك، هي قوه نادي الزمالك انا شايفها بتتمثل حاليا في وجود عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طبعا، عبد الله السعيد لعيب كبير جدا، من احسن اللعيبه في تاريخ الدوري المصري، في احسن اللعيبه في تاريخ مصر، لعيب قادر ان هو يتحكم في ايقاع المباراه ضد اي خصم، ضد اي فريق، هو عارف امتى هيتحرك ازاي، بيقدر ان هو يمسك الكوره ويحرك الفرقه، ينزل وسط الملعب ويبتدي يستلم الكوره ويحرك زمايله، بيلعب كرات طوليه خلف دفاعات الخصوم. فدي نقطه قوه الزمالك الكبيره في المباراه، هيكون عبد الله السعيد بجانب الحافز اللي عنده المعنوي ان هو يسجل قصاد النادي الاهلي للمره الثانيه في اول مباراه ليه كخصم ليهم بعد ما سجل في ماتش بيراميدز. نقطه ضعف عن الفرقتين انا بشوفها متشابهه، الاخطاء الفرديه. لعيبه الدفاع بيحصل عندها اخطاء فرديه، والاصابات كمان هتزود من الاخطاء الفرديه، لان مثلا في النادي الاهلي في ياسر ابراهيم مش هيلعب، هيبتدي الاهلي يخش على البديل بتاعه رامي ربيعه، بعض الشيء ما بيكونش فيه تفاهم بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وده ممكن يسبب ازمات للنادي الاهلي. كمان محمد عبد المنعم من اللعيبه اللي تفقد السيطره على نفسها وبيفقد اعصابه في بعض الاوقات، وده بيخرجه من المباراه. بالنسبه لنادي الزمالك، هو الزمالك عموما هو بيعتمد اصلا على حمزه المسلوسي لعيب باك رايت بيلعبه في قلب الدفاع، فلعيب مش بيلعب في مكانه، بيأدي بشكل جيد ولكن ده مش مكانه الاساسي، بجانب تذبذب مستوى حسام عبد المجيد، فبيخلي الفريق دايما عنده مشكله في الاخطاء الدفاعيه. تمام. الزمالك الازمه الثانيه اللي عنده لعيبه وسط الملعب، الادوار الدفاعيه بتاعتهم قليله، دايما لعيب وسط الملعب المطلوب منه في حاله ان فريقه مش ممتلك الكره بيبتدي يتراجع للخلف ويبتدي يضيق المساحات بينه وبين زمايله في خط الدفاع علشان يحرم الخصم ان هو يستعيد الكره او ان هو يسدد على المرمى. في النادي الاهلي اعتقد هيكون ممكن الازمه ان تقدم لعيبه وسط الملعب وحبهم للهجوم في وجود امام عاشور او عمرو السوليه، عمرو السوليه او احمد نبيل كوكا، وان كنت بفضل احمد نبيل كوكا على عمرو السوليه. فده تقدمهم للهجوم هيزيد من المساحات وممكن يتسبب في مشاكل. كمان في علي معلول رغم ان هو واحد من اهم الحلول الهجوميه للنادي الاهلي، ولكن في بعض الاوقات بيكون ازمه كبيره للنادي الاهلي، خصوصا ان هو بيخطئ في الدفاع، بيتاخر في التراجع لما بيكون بيهاجم، بيتاخر في التراجع وبيتسبب في وجود ثغره وراه، بيضطر اللعيب المدافع ان هو اللي جنبه يخرج يغطيها، فبتحصل ثغره في منطقه الجزاء ممكن من خلال الخصم يوصل للمرمى. طب خلينا نرجع لنقطه حضرتك اتكلمت فيها، فكره انه اهم نقاط القوه عند الزمالك عبد الله السعيد. بالظبط. اكيد الاهلي اكيد هيعمل حساب النقطه دي. اكيد طبعا. طيب شايف عبد الله السعيد كنقطه قوه عند الزمالك، الاهلي يتعامل معاها ازاي؟ وايه تاني عند الزمالك يقدر ان هو يعتمد عليه؟ هو تعامل الاهلي مع عبد الله السعيد هو نبتدي اللعيبه وسط الملعب، بيبقى فيه لعيب مكلف ان هو يراقب عبد الله السعيد، يحرم عبد الله السعيد من ان هو يستلم الكره باريحيه. ان عبد الله مسته دايما هو بيستلم الكره، هو احسن لعيب انا شفته في مصر بيستلم الكره وظهره للملعب ويبتدي يلف
ويتحرك. فانا لو لعيب ملاصق ليه وبيحرمه، مثلا مروان عطيه ملاصق ليه وبيحرمه ان هو يستلم الكره بسهوله ويبتدي يلف ويتحرك ويحرك زمايله، هيكون الموضوع صعب عليه، هيرتكب معاه خطا، هيخرجه عن شعوره، هينرفزه طبعا مش بطريقه سيئه يعني اقصد كرويا، هيستفزه، ابتدى عبد الله السعيد ينشغل بحاجات تانية. ده بالنسبه ل طب شايف مين انسب حد ممكن يعمل ده؟ مروان عطيه. مروان عطيه بالظبط. طب الغيابات ممكن تاثر على تشكيل الاهلي والزمالك في الماتش ده؟ والله انا اعتقد ان الغيابات، هي الغيابات كتيره في الفرقتين، ولكن هو الغياب على اسماء برضو، في اسماء كتير بالظبط، هو في اسماء، ولكن مثلا في النادي الاهلي هو الغياب المؤثر، انا شايفه مؤثر هو ياسر ابراهيم في خط الدفاع، وسام ابو علي كده لسه بادئ يشارك مع الاهلي ولسه ما اخدش كامل الفرصه. ففي مين بديله بقى في الهجوم؟ يعني اسام ابو علي بيلعب هجوم في الاهلي، مهاجم. المهاجم البديل، والله انا شايف ان كولر يعني المفاجاه ان هو هيعتمد على كهربا. كهربا هيبتدي يعتمد عليه، خصوصا ان كهربا برضو ابتدى الامور تتحسن معاه بعد ما حل ازمه الغرامه اللي موقعه عليه من نادي الزمالك، بالاضافه لان كهربا بيقدر يلعب مباريات الزمالك بشكل جيد، بيأدي الادوار المطلوبه منه، بيقدر ان هو يجمع اللعب ويحرك زمايله ويستلم الكره ويخلي يخلق مساحات لزمايله في التحرك اكتر من انتوني موديست، جاهزيته هتبقى اكتر رغم ان انتوني موديست شارك في اخر ماتشين او كهربا ما شاركش، لكن كهربا دايما في مباريات الزمالك بيكون عنده جاهزيه وعنده حافز ان هو يؤدي بشكل جيد. فاعتقد غياب اسامه ابو علي مش هيكون مؤثر قوي، لكن ياسر ابراهيم هيكون مؤثر. وكنت افضل يعني انا اللي عرفته والمعلومات اللي عندنا ان رامي ربيعه هو اللي هيبدا بجوار محمد عبد المنعم، ولكن انا بشكل شخصي كنت افضل ان محمد هاني هو اللي يلعب بالاعتماد عليه، لان هو بيجيد اكتر التفاهم مع محمد عبد المنعم وادى اكتر من مباراه كبيره في المركز ده بشكل جيد، بالاضافه لانه رامي ربيعه لعب اصاباته كتير ومن الممكن يحصل له اصابه في اي وقت، فهيكلف الفريق تغيير، ممكن يكلف الاهلي تغيير مبكر هو في غنى عنه. كمان هتستفيد في حاله ان محمد هاني هو اللي لعب، وفي وجود عمر كمال عبد الواحد على الظهير الايمن واستفاد منه في قدراته الدفاعيه ضد مصطفى شلبي اللي هو ده تاني اهم عنصر في نادي الزمالك في الوقت الحالي، على اخر اربع ماتشات واخر ثلاث ماتشات مع جوزيه جوميز هو لعيب بيأدي ادوار جيده جدا، بيجيد التحرك على الجناح. مصطفى شلبي لعيب مميز من وقت ما كان في انبي، لكن الموسم اللي فات ما كانش بيحالفه التوفيق، الموسم ده اداؤه كويس جدا، بيقدر ان هو يتحرك في عمق الملعب، الزمالك بيشتغل بطريقه ان هو بيبتدي يلعب على عمق الملعب وتحرك الجناحين في الكرات العكسيه، بمعنى ان لو الكره من ناحيه اليمين والكره بتتلعب عرضيه مثلا داخل المنطقه، بيكون الجناح العكسي او الجناح الشمال اللي هو بيبقى مصطفى شلبي جوه منطقه الجزاء مستني الكره تجيله علشان يسجل، فده بيدي الفريق زياده عدديه اكتر في المنطقه. طبعا تسديدات عبد شيكابالا وعبد الله السعيد واحمد سيد زيزو، الزمالك عنده اكتر من حل هجومي، وسيف الدين الجزيري وناصر منسي، فاعتقد ان الغيابات مش هتكون مؤثره بشكل كبير في الفرقتين. يعني هو ممكن ياسر ابراهيم غياب كبير لان هو اكتر لاعب جاهزيه واحسن لاعب احسن مدافع في مصر في اخر فتره، هو ده اللي هيكون تاثير كبير، ولكن الزمالك بعض الغيابات اللي عنده لعيبه لسه صفقات جديده وما خدتش فرصه كامله في المشاركه. طيب بشكل عام يعني نادي الزمالك من اهم الانديه المصريه، والحقيقه يمكن على مدار الفتره اللي فاتت شفنا تقلبات كتير في نادي الزمالك بالزبط. دلوقتي ابتدى يلتقط انفاسه مره تانية، شايف الزمالك هيقدر يستمر يعني ان هو يتزن الى حد كبير الفتره اللي جايه؟ احنا بنتكلم دايما عن النادي الاهلي ان هو مؤسسه، النادي الاهلي يساوي مؤسسه كيان بالظبط كده، لكن بالنسبه لنادي الزمالك احنا نتمنى ان احنا نشوف نادي الزمالك الى متزن الا حتى الفتره كبيره، كل نادي يعني متوقع ان هو يبقى في فتره تقلبات بالظبط. هو نادي الزمالك طبعا زي ما حضرتك قلتي نادي الزمالك من اهم الانديه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، عاش تقلبات في الفترة الأخيرة، ولكن الزمالك في الوقت الحالي هو ماشي بخطى ثابتة، ابتدى يشتغل بشكل واضح إن أنا عايز صفقات معينة، يمكن أنا بعيب على إدارة الزمالك في جزئية بسيطة بس، إن هو اشتغلوا على صفقات الفريق قبل ما يجي المدرب، وده أكبر غلطة الزمالك بيقع فيها بقاله كام سنة، وبرضه جت الإدارة قررتها إن أنت ما ينفعش تختار صفقات وتفرضها على المدرب، في بعض اللعيبة مدربين ما بيقبلوهاش، في مدربين ما بيقبلوش اللعيبة الكبيرة زي عبد الله السعيد زي شيكابالا، لعيبة كبيرة في السن، لعيبة كبيرة كقيمة وقامة، ولكن في مدربين بيرفضوا ده. يمكن الغلطة الوحيدة هي دي، ان هم اختاروا الصفقات وبعدين اختاروا المدرب، ولكن انا شايف ان هم في الفترة الجاية الزمالك ابتدى يشتغل بشكل تسويقي كويس جدا، ابتدى يسوق اللعيبة بتاعته وابتدى يعمل حملات اعلانية، ده هيساعد الفريق ان هو يحقق
مكاسب ماديه كبيره يقدر من خلالها ان هو يشتري. على اي حال احنا طبعا في انتظار المباراه المرتقبه بين الاهلي والزمالك. اشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن بدر الناقد الرياضي، نورتنا في صباح الخير يا مصر. نورتنا وشرفتنا يا استاذ عبد الرحمن. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر انباء موجز التاسعه صباحا مع لمياء حمدين. اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والذي نقل رسالة شفهية من ملك البحرين للرئيس السيسي تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا ولا سيما على المستوى الإقليمي. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لنحو 6 أسابيع في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين. ويعد هذا هو التعديل الثالث للنص الذي اقترحته الولايات المتحدة للمرة الأولى قبل أسبوعين، حيث أظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. وتسعى الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. وكانت واشنطن قد عارضت في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقد الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات لمجلس الأمن، 2 منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المحادثات غير المباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية في الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل. وأوضح ميقاتي أن المسؤولين اللبنانيين يدرسون اقتراحا أمريكيا من أجل الدفع بحل دبلوماسي لوقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وأضاف ميقاتي أن الاقتراح يركز على كيفية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والذي أنهى حربا استمرت شهرا بين حزب الله وإسرائيل في 2006. أكدت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أنها أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن و3 طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن. وأوضحت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أنها نفذت عملياتها أثناء انطلاق الصاروخ الحوثي والطائرات المسيرة باتجاه السفينة الأمريكية كارني في البحر الأحمر، مضيفة أنها دمرت أيضا 3 صواريخ مضادة للسفن و3 زوارق مسيرة. حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب انتصارات كبيرة في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفي كلمة له عقب فوزه بـ11 ولاية أمريكية، تعهد ترامب باستعادة الاقتصاد الأمريكي مكانته وطرد المهاجرين الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي. رياضيا، تعادل طلائع الجيش مع الداخلية بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرية ضمن مباريات الجولة 15 للدوري الممتاز. وفي نفس الجولة نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على سموحة بـ2 مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب.
الفوز هو الثامن هذا الموسم للمصرية ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تكبد سموح الخسارة الثالثة في الدوري ليتجمد رصيده عند النقطة 19 في المركز الثامن مؤقتا. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كل سنة وحضراتكم طيبين، أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم. مرضى كتير جدا في شهر رمضان، مرضى الضغط أو السكر أو غيره اللي بيتطلب مرضهم إن هم يتناولوا الدواء أثناء النهار، بيصمموا إن هم يصوم. وأنواع كتير كمان من المرض بتتطلب إنه يبقى فيه أدوية تؤخذ في النهار. في رخصة طبعا لمن هو على مرض إنه يفطر، لكن في بعض الناس بيصمموا رغم يعني توجيهات الأطباء إن هم يصوموا ويكملوا صيام تقربا إلى الله في هذا الشهر الفضيل. خلينا نتكلم النهاردة مع حضراتكم عن إزاي المرضى يقدروا يستقبلوا الصيام بدون أي مضاعفات، أصحاب المرضى المزمنة إيه المطلوب منهم، ده اللي هنعرفه خلال فقرتنا النهاردة من دكتور خالد يونس رئيس أقسام البطنة بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا بيك معنا. صباح الخير. أهلا بيك والسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين طيبين وخير، ورمضان سعيد على الجميع إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب، شكرا لحضرتك. طيب زي ما كان محمد بيتكلم، فكرة إن وجود مرضى أو أصحاب الأمراض المزمنة المفروض ان هو بيبقى فيه على مدار يوم او خلال يوم ادويه لازم ان هم ياخدوا هذه الادويه، لكن ما بيرضوش ياخدوها بيصروا على الصيام، هل ده سليم ولا لا؟ الاول طبعا لازم نقول ان المرض انواع كتير، وعلى حسب المرض المزمن ده بيصيب انه جهاز عند الانسان. في امراض تقبل ان احنا نتعامل معها اثناء الصيام، وفي امراض لا تقبل التعامل معها اثناء الصيام. هنبتدي يمكن بالمرض الأشهر قوي، السكر اللي بيصيب كتير جدا، وزي ما الناس كلها عارفة في مرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع الثاني. هو القانون في مرض السكر من النوع الأول اللي هو الذي يعتمد على الإنسولين، القانون بتاعه إن هو ما يصومش وله رخصة في ذلك. بعض الأحيان مرضى بتصر إن هي تصوم برغم إن هو من النوع الأول، فبالتالي دايما نقول للنواب والمدرسين المساعدين عندنا والكلام ده، لا هو يعني مش معنى ان هو اصر على حاجه ان احنا نقول ملناش دعوه بيه وما بيسمعش الكلام ويعمل اللي هو عاوزه وينتحر، ملناش دعوه بيه. احنا بنحاول قدر الامكان لو هو اصر بنحاول نتعامل مع المشكله دي، لان بعض الناس نفسيا بيبتدي يحس برضا ان هو بيصوم، وده حتى احنا دايما نقول من الحاجات اللي بتؤدي ان السكر ما يبقاش كويس الحالة النفسية والعصبية. فبالتالي احنا بنتعامل مع الشخص ده وبنبتدي نوضب طريقة أخده للإنسولين، والكلام ده في نطاق ان طلعت طبعا أجيال جديدة كتير من الإنسولين. الإنسولين ده يعني خلانا بيتيح لينا ان احنا نقدر نتعامل بأسلوب او بآخر على حسب ان هو نوى يصوم او لا، الا اذا دخل في معضلة كبيرة هو من غصب عنه ما يبقاش واعي وبيسمع الكلام من غصب عنه، واحنا نرجو ان احنا ما نضطرش نفسنا ان احنا يحصل لنا الكلام ده كله. بنيجي للنوع التاني، دايما ده بنحاول بيعقد لقاءات كتير ولقاءات علمية كتير قبل رمضان على اساس ان احنا العيان ده بنحاول نوضب ازاي يستخدم علاجه، ونبتدي نتعامل في نطاق الوقت اللي بين الفطار والسحور اللي هو يقدر يتناول العلاج بتاعه، ونبتدي نغير المواعيد بتاعه العلاج بتاعته ونحددها. النقطه الثانيه، في انواع من علاجات السكر يجب تغييرها تماما اثناء الصيام، لان دي بتحمل الريسك الاعظم في مرضى السكر وهو انخفاض السكر في الدم اثناء فتره الصيام، ودي دايما نقول للمرضى انخفاضه ساعات بيبقى يعني اخطر كثيرا من ارتفاع السكر بالنسبه لنا. طب
ده من مرضى السكر او من مرض السكر الى مرض ارتفاع ضغط الدم، وهو من الامراض المزمنه كمان. وبعض مرضى ضغط الدم بياخدوا دوايين في اليوم، بياخدوا يعني حبايه في النهار وحبايه اخرى في الليل. بالنسبه لمصابي ارتفاع ضغط الدم يتم التعامل معهم ازاي؟ بالنسبه للادويه، يعني هنتكلم ارتفاع ضغط الدم ده هنتكلم على ادويه وطريقه تغذيه وحاجات تعتبر متلازمه او مشروبات الناس يعني لها طقوس في رمضان ان هي بتبقى قاسم مشترك اعظم في مائده الافطار. اول حاجه دايما بنحط الادويه اللي كان بيتاخد في الفطار ممكن يبقى مع الفطار بتاع رمضان، واللي كان بيتاخد مثلا قبل العشاء او الكلام ده ممكن وقت السحور. وده بيبقى مهم ان احنا نوضبه. بيبقى في جزئيه مهمه جدا ان بعض المرضى بيبقوا بياخدوا ادويه بتدر البول شويه او لها دخل في ان هي تنزل كميه بول اكتر. الحاجات دي مهم جدا ان انا ما اخدهاش قبل السحور، اخليها تبقى قبل الفطار على اساس بعد الفطار. لا يعني هو دايما الادويه اللي بتبقى فيها مدر البول بنعمل ايه؟ دايما نقول للعيان انت بتفطر مثلا على اي حاجه وبتاخد معاك الدواء بتاعك وبتصلي المغرب على السنه مثلا وبعد كده بتبتدي تفطر. فدايما في ادويه بتبقى على معده فاضيه التاثير بتاعها بيبقى اكثر كثيرا من ان انت تاخدها بعد الاكل. وبالذات الادويه اللي بتشتغل ان هي تزود كميه البول دي مهم جدا ان هي تتاخد على معده فاضيه. يعني ينصح ان الادويه المدره للبول تؤخذ يعني مباشره قبل الفطار، يعني تمام على معده فاضيه ده مهم جدا. ولا يعقل ان انا اديها قبل السحور على اساس ان انا هبقى صايم بقى مش محتاج ان انا العيان ينشف في ريقه او الكلام ده او يعاني اثناء وهو صايم، ده مهم جدا يعني. تمام. فدي نقطة مهمة جدا. هنيجي للبند التاني اللي هو المشروب زي العرقسوس. بنقول لهم ده ممكن يا جماعة يعمل زي اللي بنسميها كورتيزون لايك اكشن، او ان هو زي مفعول الكورتيزون ان هو بيعمل اختزان للسوائل في الجسم وبالتالي ممكن يرفع ضغط الدم، فده غير مطلوب. النقطة التانية في الاكل ان دايما في رمضان المخللات بقى واللي هي شكلها بقى مغري جدا لكل الناس، فده قاعد في وسط الناس وهو مش قادر يقعد بدون ما يمد ايده على المخللات. احنا حتى دايما بننصح الاسره كلها بلاش تدخلوا المخللات عشان لا يضعف ويضطر ان هو ياكل زيكم ويعيش حياه عاديه جدا وبالتالي يفاجئ ان ضغطه ارتفع نتيجه المخللات اللي بيتناولها. طيب دكتور، بما ان احنا خلاص ايام قليله اتصلنا عن شهر رمضان الكريم، هل في خطه علاج محتاجين اصحاب الامراض المزمنه ان كان سكر او ضغط ان هم يبتدوا فيها من دلوقتي، يظبطوا خطه العلاج بتاعتهم من دلوقتي؟ طيب دي حاجه مهمه جدا. احنا دايما كنا نعمل، هنيجي لمرضى السكر كنا دايما نقول لهم ساعات نعمل لهم تيست في الصيام اثناء شهر شعبان. ليه تيست في الصيام قبلها مش قبلها بفتره كبيره؟ لان احنا دايما احنا مرتبطين بحاله الجو، حتى ان الجو ده حر ولا بارد ولا جو معتدل ولا الكلام ده مهم. نمره اتنين، بنبتدي في اوقات ان احنا نقدر نشوف العين ده هيتحمل الصيام ولدرجه ايه، وايه اللي عناه في اول وقت، وايه بالذات الفتره الساعتين اللي قبل الفطار، هل حصل له انخفاض في السكر ولا لا. كل الكلام ده بيبقى مهم جدا. دي واحد. نمره اتنين، في بعض الادويه الحديثه اللي هي بتشتغل ان هي بتتنزل السكر في البول، فدي بقت شويه لها مشكله ان هي بتخلي البول زياده شويه، يبقى هينطبق عليها البند بتاع الحاجات اللي بتزود البول. وجد ان الادويه دي المفترض ما ينفعش خالص ان حد يبتدي فيها في رمضان، لازم يكون ابتدى قبل رمضان بفتره على اساس ان يقدر يتحمل وما يبقاش ما يجيلوش جفاف، والكلام ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا. فمهم قوي ان احنا بنحط الموديل اللي العيان هيمشي عليه قبل رمضان في الايام اللي هو دي ممكن تبقى نوافل او كلام زي كده، فبالتالي لا يحاسب عليها الشخص، وخصوصا ان احنا بامكاننا ان احنا نوضب كل حاجه، لان دايما اقول الادويه الجديده بتاعه النوع الثاني من السكر طلعت ادويه تكاد تقضي على مرض السكر، فالدنيا تطورت فيها جامد جدا جدا. وبنقدر العين يعيش حياه مريحه جدا وسلسه حتى في الايام العاديه. طيب الناس اصحاب المشاكل مع الجهاز الهضمي دول بيعانوا في شهر رمضان، ازاي قبل دخول هذا الشهر الكريم اهيئ الجهاز الهضمي او اتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي تحديدا؟ تمام.
ده على فكرة سؤال مهم جدا جدا. احنا دايما نقول جملة ان دايما اولا مرض الجهاز الهضمي ده شائع جدا في مصر، وله شقين، الجزء العلوي من الجهاز الهضمي والجزء السفلي من الجهاز الهضمي. الجزء العلوي من الجهاز الهضمي اللي هي ناس كتير بتعاني منها، يعني هنقول ببساطة جدا ناس بعد السحور بيجي لهم حموضة رهيبة جدا، ودي بتخليهم ينام قاعد، ما يبقاش قادر ينام فلات، بيبتدي طبعا يبقى صايم والعصارات بتطلع فوق بتخنقه وبيبقى حالته صعبة جدا. دي واحد. نمرة اتنين، احنا دايما بنقول ان كل واحد لازم يشخص هل عنده زي الشائع اللي هو جرثومة المعدة او ميكروب المعدة قبل رمضان بوقت كافي علشان نقول ان هو عنده ولا ما عندوش. دي واحد. نمرة اتنين، ياخد العلاج قبل رمضان بوقت كافي علشان توقيتات العلاج ممكن تتعارض مع الصيام، وبالتالي لما بنعالجه من جرثومة المعدة قبلها بيدخل لرمضان بأمان وسلام وبمعدة كويسة ولا يعاني من أي شيء، فبالتالي ده بيبقى جزء مهم بالنسبة له. يبقى جزء الإعداد الأول أن أنا لازم أشوف مشاكل الشخص وعالجها قبل رمضان بوقت كافي. النقطة الثانية هو التعود بقى على نمط الأكل يعني. تمام. ودايما أقول يا جماعة نمط الأكل مش محتاج يتغير في رمضان، لأن زي ما قلنا بالظبط أن رمضان ده شهر عبادة مش شهر أكل طبعا. ولا شهر تخمة ولا أي حاجة زي كده، هو له حكمة أن احنا بنحاول نحس ببعض، فيجب أن احنا ما نغيرش الحكمة بتاعة الصوم. فدي نصائح مهمة جدا بنقولها كل مرضى الجهاز الهضمي علشان الدنيا تبقى معقولة بالنسبة له. الدكتور بشكل عام ايه هي الامراض اللي اصحابها ما ينفعش يصوم؟ طيب هنيجي، طيب اول حاجة مرض الكلى. الكلى دي دايما بنقول حياة الكلى هي الماء او السوائل، فبالتالي واحنا صايمين كمية السوائل في وقت طويل جدا بنقعد بدون ان احنا بنشرب سوائل، فده له حسابات كثيرة جدا بالنسبة لنا. لذلك مرض الكلى ده متدرج، في ناس بيبقى المرض بسيط جدا، في ناس بيبقى المرض عنيف جدا او يكاد يشرف على الفشل الكلوي. فبالتالي اللي بيكاد يشرف على الفشل الكلوي ده ما عندوش اي خيارات خالص ان هو يصوم، وده بالاجبار يجب ان هو يتجنب الصيام وله رخصة في ذلك. فلذلك احنا بنحاول شوية ما بنبقاش يعني رجال دين او مفتين بالمعنى الصحيح، لكن احنا بنبقى يعني فاهمين ان ده مرض عضال ولا يستطيع المريض ان هو يصوم وهو عنده المرض العنيف ده، فبالتالي بنقول له مفيش صيام بالنسبه لك. نمرة اتنين، تحديد كميات البروتينات. هو يمكن شويه احنا يمكن بقينا نلاقي في رمضان استهلاك اللحوم، وزارة التموين بتبتدي تستعد بتوفير اللحوم واللحوم البيضاء وكل الكلام ده كله قبلها، فدايما بنقول لهم اللحوم دي لها محددات مهمة جدا وكميات بنقولها كل واحد على حسب وظيفة الكلى بتاعته بالظبط هيقدر يتناول جزئية قد ايه منها. فده بالنسبة لمرض الكلى. في عندنا مرض الكبد. الكبد فيه طبعا برضو تدرج، في امراض كبد دايما بنقول ان امراض الكبد دي ديكومبنسيتد او ان هو وصل مرحلة عالية جدا من المرض، فده عادة لا يستطيع الصيام. تمام. ده بيحتاج طبعا سكريات وبياخد أدوية قد تكون نتيجة للسيس أو مدلل البول، فده مهم جدا ان هو لازم ياخدها في توقيتات يعني بينها فترات ممكن تكون قصيرة، فبالتالي لن يستطيع ان هو يتناولها وهو صايم، فبالتالي لازم يفطر. ده من عاداتنا الجميلة طبعا يعني في رمضان، فكرة الولائم والسفر الجميلة اللي احنا بنشوفها. برأي حضرتك هنا ايه اكتر الاطعمة اللي لازم، يعني حضرتك اشرت للمخللات مثلا بالنسبة لمرضى الضغط، على الجانب الاخر احنا دايما بنشوف المواد الرمضانية الحلويات والسكريات، ودي وجبة اساسية او يعني ركن اساسي في المائدة المصرية. ايه الاطعمة اللي لازم مرضى الامراض المزمنة يتجنبوها او يقللوا منها؟ طيب لحد الامكان في هذا الشهر هو دايما في الاطعمه بالذات احنا لازم نتجنب الافراط، يعني ان الواحد يفرط في شيء بزياده، ودايما الوسطيه حتى في الدين الاسلامي في كل حاجه طيب. كويسه، فالوسطيه دي حتى مطلوبه في الاطعمه. تمام. النقطه الثانيه
ما يبقاش واحد يعني يعاني من سكر ويبقى يعني عنده نهم على السكر، ياكل حلويات كتير. هو دي نقطه مهمه جدا، لان هو اصلا الممنوع مرغوب، وهو اول ما بيشوف الاصناف دي. فانا بس برجو من اصحاب الولائم والاسره جميعا ياخدوا بالهم شويه، ياخدوا بالظبط من الناس اللي عندها، يبقى حنينين شويه على صحابهم او قرايبهم او اللي قاعدين معاهم على نفس المائده يعني. فدايما بعض الناس بتبقى عزيمتها قويه، بعض الناس عزيمتها ضعيفه، يقول لك يا عم انا هاكل والعمر واحد واللي يحصل يحصل، انا لازم اعيش، وده رمضان ما بيجيش الا كل من سنه لسنه، والكلام ده كله يعني شويه مش مطلوب. فبالتالي احنا دايما بنقول دايما عدم الافراط. النقطه الثانيه، الاطعمه اللي فيها افتكاسات وصفصاته كتير. يعني احنا كل رمضان دايما يخترعوا مثلا الكنافه ب 100,000 طريقه، وحبه بالجبنه، حبه بكذا، حبه بكل انواع الفواكه، كل الكلام ده كله. فالكلام ده يعني الافتكاسات في الاطعمه ده مش مطلوب. ده مشاكل على الجهاز الهضمي طبعا، على الجهاز الهضمي وعلى كل حاجه على فكره. دايما اتضح ان الاطعمه المصنعه اكثر خطرا على مريض السكر من ان هو ياخد سكر طبيعي. تمام، لانها اكتشف ان هي قد يحدث ان هي بتبتدي تولد اجسام مضاده للخلايا اللي بتفرز الانسولين، وبالتالي تؤدي لما هو اخطر من ان انا بتناول السكر نفسه. فالكلام ده مهم جدا. فعشان كده احنا دايما بنقول بنلجا للطبيعه. طبق السلطه ده اساسي. لما بحب السكريات اكثر من الفواكه وبعيد عن الحلويات اللي هي مسقيه بقى، شربات ودقيق ابيض وحاجات ضخمه كتير جدا. ومهما عملوا ان هم يحاولوا ان الحاجات دي تبقى معموله بدقيق السن وبعد كده تبقى مسقيه بشربات وحاجات زي كده، الكلام ده كله الافتكاسات عموما انا لما اقدر اتجنبها دي بتبقى حاجه كويسه جدا، ان هي بتساعدنا ان احنا ما يحصلش اي مشكله او عواقب يعني لا تحمد، ويبقى رمضان بالنسبه لنا في المستشفيات. ده مهم جدا. ودايما نقول للناس جملة، انت تحب تبقى ماشي على رجلك ولا تحب تبقى متشال؟ تمام، فهي النقطة في كده، لازم يبقى فاهم كويس قوي عواقب كل شيء هو بيعمله. ولما بنشرح العواقب دي بالظبط بيبتدي العيان يقتنع ويسمع الكلام. لذلك دايما اقول لهم كل مريض للسكر والكلام ده او الامراض المزمنة لازم يبقى له قعدة قبل رمضان وليست استشارة. قعدة بمعنى ان احنا في القعده دي بنخلي بقى البساط احمدي كده، ونبتدي نتكلم على كل تفاصيل الحياه في شهر رمضان، وهيعمل ايه ويتصرف ازاي وبيصحى امتى وبينام امتى. ده مهم جدا يعني بقى تفاصيل حياته عشان نقدر ان احنا هذا المريض يتحضر لرمضان، ونقدر ان احنا ان كان في ضبط الخطه العلاجيه ليه، او حتى يعني يقدر ان هو يدخل شهر رمضان. تمام تمام، ده كلام دكتور مهم. في ناس بتقول بنتكلم على الفيتامينات زي ما حضرتك اتكلمت، لانه في بيبقى في نقص كبير في جسمنا في الوقت ده في رمضان. في ناس بتستعيد عن الاكل الصحي والخضروات والفاكهه بفيتامينات، هل ده سليم؟ لا، هو دايما احنا لسه بنقول اول قاعده ان احنا بنلجا للطبيعه. كل ما لجانا للطبيعه، لان الخضار والفاكهه ده مش هو جاست فيتامينز. تمام، هو متعدد، ان في مضادات اكسده وفيتامينز والياف. كل الكلام ده، الالياف دي وجودها بينظم حركه الجهاز الهضمي وبينظم امتصاص الاغذيه، وبنقلل الكيميكالز. ان انا بستخدم حاجات مصنعه، والناس كلها تعلم تماما، ياما ادويه طلعت وبعد 10 سنين من استخدامها او 20 سنه حتى من استخدامها بتتسحب من السوق، لان احنا وجدنا بعض المضار اللي موجوده اللي ممكن تؤدي لمشاكل ضخمه جدا من استخدام الدواء بكثره او بافراط. فدايما كل ما نقدر ناخد الحاجه من مصدر طبيعي، كل ما الدنيا هتبقى افضل وافضل بالنسبه لنا. في حاله اصرار المريض، لو مريض جه لحضرتك يعني وحالته لا تتطلب الصيام، بتتعاملوا معاه ازاي يا فندم؟ هو طبعا المريض دايما نقول جمله، انا ليه قلت قاعده؟ قاعده على اساس ان كل واحد بيعمل حاجه لازم يكون مقتنع. ولما يقتنع بيقدر يسمع الكلام. وبالذات الناس اصحاب العقول المستنيره. ومعلش احنا دايما نقول جمله شويه، في ناس بنسميهم انصاف المتعلمين في الطب. بمعنى ان في بعض الدراسات
اللي يكون لها علاقه بالطب، الناس بتقرا او على النت او الكلام ده كله، فبيجي يجادل تمام ويبتدي يجادل الطبيب بتاعه، لا ده انا ممكن اصوم وعملت السنه اللي فاتت كذا او الكلام ده كله. احنا فعلا بنناقش الامور بموضوعيه وبنقدر نوجهه صح، والعيان لما بيقتنع بيسمع الكلام ويقدر ينفذ الكلام او النصائح اللي احنا بنقولها له، طالما كانت دخلت دماغه وقدر يفهمها كويس خلاص بينفذ. بالذات الناس اصحاب العقول المستنيره. دكتور خالد يونس رئيس اقسام البطنه بالمركز القومي للبحوث، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه المعلومات، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه والساده المشاهدين بخير، ورمضان سعيد على كل الناس يا رب، ويعدي بخير وسلام على بلدنا والامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. بنروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نرجع مره تانية، وصباح الخير يا مصر. تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى لظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن ضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن تلك عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية لاستمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها من التضخم العام لتسجيل مستويات قياسية. ده طبعا على الرغم من مخاطر وتباطؤ كمان معدلات التضخم السنوية مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. مرة تانية بنقول لحضراتكم أنه الاقتصاد المحلي الفترة الأخيرة يعني شهد نقص للموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي أيضا لصدمات متتالية، أدت إلى مجموعة من التداعيات وارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات بالتضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية عالميا، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية إلى استمرارية الضغوط التضخمية اللي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وفي هذا الصدد، واستمرارا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.5% ل 28.25% و 27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية
للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موحية. كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. لذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ثم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية. ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف من ناحية أخرى تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم للتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفا سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة والتي يحددها البنك المركزي المصري، وإدراكا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود. هذا وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف، والإضافة إلى انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة. مرة أخرى، تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى لظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام لتسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي والبالغ 7% زائد ناقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وفي هذا الصدد، واستمرارا لسياسة التقييد النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري،
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%, 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%, وبناء على هذا القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس, قررت اللجنة الإسراع بعملية تقييد نقدي من أجل تفعيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. هذا وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الجديدة والحقيقية لمستويات موحية كما موجبة. كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير, إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعدد الأطراف, واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ثم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي, الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية. ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم, وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. ومن ناحية أخرى تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفا, سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري, وإدراكا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد, ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم, وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود. وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة, ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة. بهذا الخبر وبيان البنك المركزي نصل مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر. نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة من 7 ل 10 صباحا. صباح الخير يا مصر.